الأول ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبعافية. أنا بظن دايماً أنه من أبهج المشاهد اللي ممكن تشوفها كلاسيكياً كمان مشهد القمح ومشهد القطن. المشهدين دول حتى دائماً كانت السينما المصرية تخلدهم جداً وبتديلهم دايماً مكانة كبيرة. يمكن دول من أشهر المحاصيل المصرية. احنا عارفين أن احنا تاريخياً احنا كنا أهم مكان لإنتاج القمح في العالم القديم زمان في الحضارات القديمة، وحتى وقت قريب احنا كنا من أهم الأماكن اللي بتنتج قطن للعالم كله. لازال القطن المصري بيحتل المكانة بتاعته، واحنا في انتظار ان احنا نزود المساحات المزروعة قطناً. بس هرجعك على القمح، هذا المشهد المذهل والجميل، حصاد القمح في الغطان وفي الحقول وفي الأراضي المصرية، على رأي إخواننا اللبنانيين يسموه الحنطة. المشهد الذهبي، لون الذهب ده اللي طالع من الأرض شيء عظيم. حتى احنا استخداماتنا الرئيسية في القمح تستخدم في الخبز، بس احنا في مصر نقول عليه ايه؟ عيش، حياة. النهاردة فخامة الرئيس شهد افتتاح موسم حصاد القمح، وطبعا مصنع انتاج البطاطس في شرق العوينات في محافظة الوادي الجديد. خد بالك، محافظة الوادي الجديد دي اكبر محافظة في جمهورية مصر العربية، تقريبا 45% من مساحة مصر هي الوادي الجديد، محافظة واعدة الى ابعد الحدود، الى ابعد الحدود. طيب، في السياق ده اعلنت موسوعة الأرقام القياسية جينيس ريكوردز أن مصر حطمت الرقم القياسي في أكبر مزرعة نخيل تمور في العالم، مساحتها 132 ألف كيلو متر مربع، أكبر حوض سحب مياه في العالم بكمية 245 ألف متر مربع. أنا كل ده بكلمك على إزاي محافظة زي الوادي الجديد دي منجم. مع انطلاق أو إطلاق موسم الحصاد في شرق العوينات، فخامة الرئيس عبر تقنية الفيديو كونفرنس افتتح موسم حصاد القمح. كمان فخامة الرئيس عمل جولة تفقدية شملت مصنع إنتاج البطاطس، موقع زراعة وحصاد محصول البطاطس وعباد الشمس في شرق العوينات، استمع لشرح على مكات كان بيتناول مكونات هذا المشروع العملاق، العملية الإنتاجية، الطاقة التخزينية إلى آخره. بعد كده انتقل فخامة الرئيس لموقع زراعة وحصاد البطاطس أو حصد البطاطس، واللي بيتم توريدها لمصنع إنتاج البطاطس هناك. وطبعا مراحل بقى جمع المحصول، كمان الشرح من مسؤولين الشركة عن المساحات المزروعة ومراحل الإنتاج والتجهيز والتعبئة والتغليف حتى يصل إلى يد المستهلك. الرئيس الكلمات أو ليه أكتر من كلمة مهمة جدا في هذا اليوم، بالتأكيد أبرزها الاستخدام الرشيد الذكي الحكيم للمياه المستخدمة في الزراعة، وإزاي نقدر نستفيد من مخزون المية في منطقة شرق العوينات وإحنا بنستخدم طرق الري الحديثة. بالمناسبة جدير بالذكر، مصر ما كانتش بتعمل المكان اللي هو الري المحوري البيفوت، لا هو دلوقتي مصر بتعمله. وبالمناسبة دلوقتي موجود البيفوت أو الري المحوري، انت بتشوف البتاعة الطويلة جدا، الرشاشات اللي بتستخدم في ري المناطق الضخمة أو الشاسعة في الزراعة بقينا بنعملها. لا أنا مش هسألك ما كناش بنعملها قبل كده ليه، خالص سايبها لك. هستأذنك نسمع مقطع من كلمة الرئيس وبعدين نكمل الكلام. محتاجين نتأكد ان اولا بالنسبة لشرق العوينات ان احنا المخزون المية الجوفي اللي احنا بنستخدمه في الري هنا سواء للمنطقة المزارعة عليكم او للمستثمرين دي بيتم التعامل معها طبقا للمعايير اللي تحافظ على هذا المخزون لاكبر فترة ممكنة. انا بتكلم هنا على استخدام المية بشكل رشيد جدا جدا دون هدر في الزراعة. فأنا عارف أن وزارة الري بتتابع ده دكتور مصطفى، وعايز أطمن منك ومن وزير الري على أن احنا استخدامنا للمية هنا سواء للمسؤولين في الشركة دي أو لرجال الأعمال اللي شغالين في منطقة شرق العوينات دي واحد.
نفس الكلام بينطبق على منطقة توشكا. احنا المحطة المية اللي معمولة هناك من سنة 86 دي معمولة عشان تطلع حجم معين من المية. احنا محتاجين ان احنا هذا الحجم يتم الاستفادة القصوى منه في الزراعة. وبالتالي نظم الري الحديثة اللي احنا بنتكلم عليها في كل الزراعات اللي احنا بنتكلم سواء كان ده للقطاع الخاص اللي شغال او ليكم يبقى بيتم العمل بيها. احنا عندنا رئيس، ده مبدئيا. وبعدين اقدر اقول لك وعندنا رئيس خايف على البلد دي قوي 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 قوي. الرئيس اتكلم في الجزء ده في اكتر من موضع عن الاستخدامات الرشيده للميه وعدم هدر اي نقطه من الميه. يعني خلي بالك احنا بنستخدم الميه وكمان ممكن نعالج الميه وممكن نعيد استخدام الميه اكتر من مره بالاساليب الحديثه وهكذا، مش بس الطرق بتاعه الري اللي نوفر بيها، لا واعاده الاستخدام. معانا على التليفون سياده النائب هشام الحصري رئيس لجنه الزراعه والري بمجلس النواب. اهلا بيك يا سياده النائب. اهلا بيك يا باشا، ازاي الحال؟ كله تمام الحمد لله بفضل ربنا. والله اولا نقدر نقول مبروك على بدايه موسم الحصاد في شرق العوينات، ودي حاجه عظيمه. ويمكن يجي على بالي حاجتين، حاجه منهم متعلقه بكلام فخامه الرئيس على الاستخدام الرشيد للمياه في الزراعة بالتحديد. وانا حتى كنت بقول احنا زمان ما كناش بنصنع مكن بيفوت، بقينا دلوقتي بنصنعه اللي هو الري المحوري عندنا هنا في مصر. فاظن احنا بدأنا ناخد خطوات حقيقية في هذه الرشادة في الاستخدام. لا الو ايوه مع سيادتك فضل معاك. كنت بتكلم على مسألة اتخذنا للعديد من الخطوات في ترشيد استخدام المياه في الزراعة تحديدا، سواء إذا كان في معالجة المياه الاستخدام أكتر من مرة أو استخدام أساليب شديدة الحداثة في الري. عايزين نعرف أكتر عن ده ومستقبل كمان هذه المناطق زراعيا في إنتاج المزيد من حصلات القمح أو محاصيل أخرى. أنا بداية بس بشكر حضرتك، وفي نفس الوقت بقول لحضرتك أن النهاردة كان يوم عيد من الأعياد اللي بيحتفل بها المصريين وهي بداية موسم حصاد القمح. الحقيقة النهاردة الأستاذ الرئيس افتتح مجموعة من التوسعات الزراعية اللي تمت في توشكا وفي الفرافرة وفي عين دلة وفي شرق العوينات وفي مشروع مستقبل مصر وفي وادي الشيح. هذه المساحات الحقيقة اللي بلغ إجماليها حوالي 374,000 فدان تم زراعتها بمحصول القمح. الزراعات بتتم بطرق الري الحديثة عن طريق الري المحوري اللي هي استخدام البيبوتات. مصدر المياه طبعا في اغلب هذه الاراضي هي المياه الجوفية. والحقيقة المياه الجوفية النهاردة يعني في ظل التوسعات اللي بتتم في الاراضي الصحراوية بداية بيتم دراسة البير اللي بتتاخد منه المياه وبيتشاف ان هو اذا كان بير متجدد ولا لا، المخزون الجوفي قد ايه بحيث يبقى فيه تنمية مستدامة. أنا النهاردة لما بستصلح أرض المفترض إن الأرض دي تتزرع لفترات طويلة، وبالتالي بيتعمل دراسات لهذه الآبار وإذا كانت متجددة ولا لأ، المخزون الجوفي اللي موجود يكفي لسنوات عديدة ولا لأ، وبتبدأ النهاردة استخدام طرق الري الحديثة اللي هي في المساحات الكبيرة بتبقى غالباً الري المحوري اللي هو البيفوت. الدولة حريصة طبعا على استخدام كل لتر مية، لأن النهاردة احنا مع الزيادة السكانية اللي تمت ومحدودية حصتنا من مية النيل وزيادة الاستخدامات للمية، فبقى الموضوع ضرورة حتمية مش رفاهية. الجزئية الثانية ان احنا في الوقت الحالي طبعا المحطات المعالجة العملاقة اللي بتتعمل واللي اتعمل منها حاليا اثنين في منطقة بحر البقر وفي منطقه المحتمه، والمحطه العملاقه الثالثه اللي بتتعمل في غرب الدلتا عشان تمد مشروع الدلتا الجديده بمياه الري. هذه العمليات اللي بتتم عن طريق اعاده استخدام المياه بنقدر من خلالها نعمل التوسعات الافقيه اللي موجوده في الوقت الحالي، لان ده تحدي كبير جدا، تحدي توفير الغذاء للمواطنين في ظل ظروف عالميه صعبه وفي ظل خلل في اللوجستيات الخاصه بنقل محاصيل الحبوب. انما انا عايز اطمن الناس واقول لهم ان احنا الحقيقه ماشيين في الطريق الصح، بنزود انتاجيتنا عشان نسد الفجوه الغذائيه وفي نفس الوقت نزود صادراتنا الزراعيه المصريه
من اجل توفير العمله الصعبه. هايل. طيب المساحات المزروعه بالقمح اللي اتكلمنا عليها حضرتك ذكرت تقريبا 650 الف فدان. هم 300 حوالي 375 الف فدان يا فندم. 350 الف فدان في تشكا. حلو. في عين داله 4000 فدان. اوكي. الفرافره 4500 فدان. شرق العوينات 146 الف فدان. مستقبل مصر 70 الف فدان. في وادي الشيح 1000 فدان. كويس. ويمكن استاذ الرئيس النهارده علق على منطقه وادي الشيح دي بان كانت سبق محاولات عديده لزراعتها وكانت اغلبها بتبوء بالفشل يعني. طيب معدل الانتاجيه في هذه الاراضي المزروعه قمحا ممكن يوصلنا لكام طن من القمح سنويا في الاراضي دي؟ انا عايز اقول لحضرتك ان معدل او متوسط الانتاجيه بصفه عامه في مصر لمحصول القمح 18 اردب للفدان، انما هذه المناطق المستصلحه وبتزرع بطرق الري الحديثه وبتزرع بالميكنه قد تصل انتاجيتها من 22 ل 25 اردب للفدان. طيب علشان المشاهد عادي طبعا وزنه 150 كيلو وبالتالي لو قلنا 20 اردب يعني 3 يعني حوالي 3 طن ونص للفدان. 3 طن فدان. بالظبط. يعني توصل لحوالي مليون طن تقريبا من القمح. بالظبط لو قلنا 3 طن في مساحه حوالي 300 وشويه 70000 فدان يعني حوالي 3 طن. عظيم. ده معناه ان انا اقدر اخلق المناطق القديمه اللي مزروعه واللي حصل طبعا توسع برضه في زراعتها على حساب محافظات اخرى زي الجزائر وغيره. النهارده احنا عندنا الحمد لله انتاجيه مصر تصل حاليا لحوالي 10 مليون طن قمح. كويس قوي. انا احتياجاتي قد ايه بقى سياده النائب؟ احنا احتياجاتنا بتوصل لحوالي 17 مليون طن، بيتم استيراد الباقي من الخارج. احنا اتجهتنا يعني التطور اللي حصل في الانتاجيه. أيوة. ده حاجه كويسه جدا ان احنا نوصل ل 10 مليون طن انتاجيه من حوالي 3 مليون و 300 الف فدان تقريبا بيتم زراعتهم. المستهدف توريده لشركات المطاحن السنه دي حوالي يعني 4 مليون طن تقريبا او 4 وشويه. كويس قوي. معلش انا هاثقل عليك كمان، انا كنت في سنه 2014 بقدر انتج كام مليون طن؟ لا ودلوقتي ما كانش الرقم ده موجود خالص. انت يعني بعيد. حضرتك انتاجيتك ما كانتش يعني كانت معدلها يعني حوالي 7 مليون طن 7.5 مليون طن، انت زدت حوالي 3 مليون طن في الفتره الاخيره يعني. الله اكبر. وده يقلل من الضغط على العمله الصعبه المتعلقه يعني باستيراد مع الاسعار الجديده اللي اعلنتها الدوله. الارداب رفع من 850 جنيه السنه اللي فاتت ل 1500 جنيه، فده بقى حافز عند المزارع لان بدا يبقى فيه مردود اقتصادي على زراعه المحاصيل اللي زي القمح في الاساس ومحصول الذره ايضا ومحصول فول الصويا. هذه المحاصيل حصل زياده عالميه كبيره في اسعارها نتيجه الحرب الروسيه الاوكرانيه ونتيجه الخلل اللوجستي اللي موجود في عمليات النقل في الوقت الحالي. عظيم جدا. يا رب يوفق. والف شكر سياده النائب، نورتنا. كل الشكر سياده النائب هشام الحصري رئيس لجنه الزراعه والري بمجلس النواب. هستاذنكم هنروح لفاصل وهنرجع نكمل الكلام. حجم المية اللي اتعملت على أساسه المحطة احنا حريصين على ان احنا في شغلنا نستفيد منه كله. احنا محتاجين ان احنا هذا الحجم يتم الاستفادة القصوى منه في الزراعة. انتوا عارفين 700 ألف فدان دول يساوي 2 محافظة، يعني تقريبا المليون فدان اللي احنا بنتكلم عليهم في شارع العوينات وفي تشكا احنا بنتكلم على 3 محافظات. النهارده احنا بنتكلم على ان في نهايه الكميه دي العدد او حجم الاراضي اللي هتنتج دي انت بتتكلم في مليون طن قمح، مش كده؟ مليون طن قمح دول يساوي كام؟ وهم معمولين ايه؟ معمولين بنظم ري حديثه. يعني
حجم المياه اللي بيستخدم فيهم هو الحجم الأمثل في الري، ويصلح لي وزير الزراعة الكلام ده. وبالتالي أنا بنتج المليون طن القمح دول بتكلفة اقتصادية في المياه اللي احنا دلوقتي بنقول لابد إن احنا كل نقطة مياه نستفيد منها. ثم ده الفرصة بقى البديلة لما أنا أروح أجيب الكلام ده بحوالي 350-400 مليون دولار تبقى لأسعار القمح، مع الوضع في الاعتبار إن لو سلاسل التوريد حصل لها مشكلة إحنا بندفع الثمن هنا كدولة، يعني سواء في تكلفة أو يبقى في مشكلة أزمة في الموضوع. فأنا بشكركم، وده أنا سعيد بقوي بإن إحنا يعني الإنجاز ده تحقق خلال فترة مش كبيرة قوي، خلال سنتين ثلاثة أنا بتكلم، وإن شاء الله خلال السنة الجاية يبقى وصلنا للحد الأقصى في توشكا أو في شارع العينات، ويتبقى الجزء اللي هو بتاع غرب شارع العينات عشان نضيف مزيد من الأراضي. يتبقى أن الدولة دكتور مصطفى محتاجة تخطط كيف نجيب كثافة سكانية من الدلتا، من الصعيد، من كده، عشان يبقوا موجودين معانا هنا والناس تبتدي تعيش وتشتغل وفرص العمل. $350-400 million على المليون طن اللي بنوفرهم. طيب تعالوا نقعد نفكر كده، انه اذا كنا تقريبا زودنا معدل انتاجيتنا تقريبا هنقول 3 مليون طن خلال الكام سنه اللي فاتوا، ده معناها تقريبا حوالي $1.25 مليار سنويا. اذا انا عايزك تتصور سيناريو غير جيد لا قدر الله، بس الحمد لله احنا عدينا بقى القصه دي. احنا لو ما كناش زرعنا المساحات دي كنا هنعمل ايه؟ طيب سيبك من الفلوس، كنا هنجيب قمح منين في ظل ازمه زي دي؟ يعني مين اللي كان هيوفر لنا كل هذه الكميات؟ طب وايه ده توفرت زي ما بقولك؟ طب الفلوس بقى، يا نهار ابيض. خلونا ناخد معانا على التليفون دكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة. اهلا 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 يا دكتور. اهلا وسهلا يا فندم، ازيك يا شيخ؟ ازاي الصحة؟ كله تمام؟ الله يخليك يا فندم. طيب يعني يا بختكم الريس شكركم جامد النهارده، وعليه خليني انا ازيد برضو يعني او اضم الصوت، واحنا نشكركم لان انا قلت ولو بحسبه بسيطه على كلام الرئيس المساحه اللي بنتكلم عليها النهارده دي توفر لنا تقريبا حوالي مليون طن، يعني زي ما الرئيس قال من 350 ل 400 مليون دولار سنويا. طب ده احنا زرعنا مساحه كبيره خلال الفتره اللي فاتت، وبالتالي اظن زودنا كميات القمح بتاعتنا تقريبا 3-3.5 مليون طن، مش كده؟ يعني الاول اسمح لي اشكر حضرتك يا فندم، شكرا جزيلا. انا اللي شكرا. طبعا احنا بنتكلم في جهود بذلت في ملف القمح تحديدا، احنا مش بس مساحات منزرعه بيتم اضافتها بشكل جديد رغم ان في مشروعات كبيره بيتم تنفيذها مؤخرا، احنا بنتكلم في الدلتا الجديده والريف المصري الجديد، وبنتكلم في توشكا، كل دي مساحات جديده بيتم العمل على تطويرها علشان يكون عندنا فرصة لتحقيق الأمن الغذائي للمواطن المصري. فمش بس كده، إنما كمان احنا بنشتغل على الأرض القديمة. الأرض القديمة لو قررنا إنتاجها من 10 سنين فاتت احنا بنتكلم إن احنا ضعفنا الإنتاج، يعني الفدان اللي كان بيطلع 10 أرداب النهاردة بيطلع 20 أرداب في المتوسط. عظيم. ده معناه إيه؟ معناه إن أنا لو عندي مليون فدان أنا قدرت أطور إنتاجه، أنا وفرت حوالي 10 مليون أرداب زيادة، وده بينعكس بشكل إيجابي على القدرة الإنتاجية للدولة المصرية. فالدولة اشتغلت في محورين كبار جدا في الفترة الأخيرة، توجيهات قائد السياسي والسيد الرئيس بنفسه بيتابع هذا الملف باهتمام بالغ جدا، إن احنا يبقى عندنا زيادة ومتابعة للمشروعات اللي بتتم عشان نزود المساحة المزرعة والمنتجة في مصر، ويبقى عندنا متابعة للمشروعات المعنية بتطوير إنتاجية الأرض القديمة كمان، عشان مش بس تبقى زيادة في الإنتاج إنما زيادة في دخل المزارع والفلاح، تحسين وتطوير معيشته، خدمة أفضل للقطاع، تطوير أساليب الزراعة عشان نطبق أحدث الأساليب. فالحقيقة جهود بذلت في هذا الملف بشكل كبير جدا، طبعا دي لها دور بينعكس في زيادة حجم التوريد اللي احنا شايفينه في الموسم الماضي والسنة دي، حتى الآن الأمور بتسير بشكل جيد جدا وفي إقبال كبير من المزارعين على عملية التوريد.
كل ده بيؤكد ويرسخ ان احنا عندنا فرصة لمزيد من التنمية في هذا الملف، ملف القمح. وزي ما حضرتك ذكرت كده في المقدمة، طبعا احنا لما بنطور وبنعظم من انتاجنا في القمح احنا بندي فرصة لتوفير احتياجات المواطن المصري ونأمن احتياجات لغاية الأساسية. احنا اللي بنشوف دول كنا بنقول عليها دول عظمى مع التحديات الكبيرة الموجودة عالميا، شفنا ان بيحصل ازمات في نقص الغذاء ونقص الامدادات بشكل او باخر في مثل هذه الدول. فده يخلينا نقول ان الحمد لله المشروعات اللي احنا قدمناها دي كان لها مردود وانعكاس ايجابي جيد على المواطن المصري، خلانا نتجاوز العديد والعديد من الازمات ونبقى قادرين ان احنا نلبي احتياجات المواطنين. عظيم جدا. طب دكتور محمد، انتم الوزارة المعنية بهذا الملف وبالتالي عندكم كل الارقام، معدل التوريد بتاعي زاد قد ايه عن السنة اللي فاتت؟ احنا طبعا ما نقدرش نقول ارقام دلوقتي في معدلات التوريد غير في نهايه الموسم. احنا مقربين من 2 مليون طن تم توريدهم تقريبا خلال الايام اللي فاتت دي. احنا الحمد لله ماشيين بمعدلات ايجابيه جيده. اجمالي الموسم، احنا على فكره الموسم كان مفتوح السنه دي في 15 ابريل ولسه ممتد معانا لحد 7 و8، شهر 7 وشهر 8 يعني ان شاء الله متاح عمليات التوريد، فده امر ايجابي جيد. احنا زودنا السعر عشان نحفز الناس. اجمالي ما تم توريده لصوامع الدولة المصرية السنة اللي فاتت كنا بنتكلم في حوالي 4.2 مليون طن، لكن احنا كمان انتاجيتنا، احنا بنتكلم دلوقتي الدولة بقت لديها القدرة لانتاج ما يقرب من 9-10 مليون طن من القمح. لما بنتكلم على هذه الانتاجية كلها بتستخدم للانتاج او الاستهلاك المحلي، مش حاجة منها بتتصدر للخارج، بس احنا بنتكلم على ما يتم توريده للصوامع دي علشان ده اللي بيدخل فيه رغيف الخبز المدعم اللي الدولة بترجع تديه تاني دعم للمواطن المصري بسعر الحقيقة يعني أقل من فرد كذا كتير علشان خاطر تؤمن لقمة العيش للمواطن المصري. فده ما يتم توريده، احنا بالفعل إقبال كبير من المزارعين. الدولة حطت سعر تحفيزي كبير جدا، احنا كنا بادئين الموسم ده قبل ما نزرع كنا بنقول احنا الدولة هتستلم أو الصوامع في وزارة التموين هتستلم ب 1000 جنيه للأردب ل 23.5 نقاوة. فخامس السيد الرئيس وجه ان احنا نعيد تقييم السعر، وبالفعل عدنا تقييم السعر عند موسم الحصاد وقلنا 1250 جنيه، ثم عدنا تقييم السعر مرة أخرى ووصلنا ل 1500 جنيه قبل موسم التوريد. ثم صدر قرار من وزير التموين بأن كل واحد بيتم توريده أو كل أردب بيتم توريده بيحصل قصاده على كمية من نخالة الرطبة أو الرطبة يعني 10 كيلو. فده كمان محفز بشكل كبير لإخواتنا المزارعين ان هم يتشجعوا ويروحوا يوردوا، وده بالفعل شايفين اقبال كبير من المزارعين على عمليات التوريد. حلو، يعني هياخد سعر التوريد زائد كميه الرده اللي هيتم صرفها من التموين، هو هيستفيد بيها بالقطع كمان بالنسبه للاعلاف بتاعته اذا كان عنده تربيه خاصه داخل المنزل الى اخره. بالظبط كده، بالظبط كده، يبقى عنده فرصه انه يامن احتياجات الرؤوس الماشيه المملوكه لديه، وده كمان يشجعه للدخول في عمليه التسجيل الرؤوس والتامين والانضمام الى منظومه المتابعه اللي بتقدمها الدوله المصريه، وده حرص كبير جدا من اجهزه الدوله ومن هيئه الخدمات البيطريه في عمليه الرقابه والنزول بحملات تحصين وحملات علاج لهذه الرؤوس. طيب أنا عارف أنه الوزارة كمان بتوفر دايما التقوي المعتمدة وما إلى ذلك، هل المزارع بتاعي الفلاح بتاعي مقبل على هذه العملية، مقبل على التعاون مع الوزارة؟ طبعا احنا شايفين اقبال كبير من اخواتنا الفلاحين والمزارعين. خليني اقول لحضرتك احنا كنا بننتج تقريبا 20,000 طن من التقاوي، احنا السنه دي بننتج 150,000 طن من التقاوي، وده بيكفي حوالي 70% من انتاجيه القمح التقاوي المعتمده، وده بالفعل شفناه وشفنا كل الاقماح اللي تم انتاجها كتقاوي تم استخدامها في عمليات الزراعه هذا العام، وده كفانا نسبه 70% تغطيه تقاوي معتمده. ده ينعكس على الفلاح في زياده انتاجيته، الفلاح المصري فلاح ذكي الطبع وبيدرك أهمية الالتزام بالجانب العلمي والتطوير إنتاجيته بشكل مستمر، وبالفعل ده بيشجعه أن احنا نقرب من المتوسطات اللي احنا بنقولها. احنا بنتكلم في 18 و20 أردب متوسط، ودلوقتي بدأنا نوصل نتكلم في 22 أردب كمان في المتوسط العام. كل ما بالفلاحين بيلتزموا معانا بنوصل لأرقام أعلى، وبالفعل شفنا نماذج من الناس اللي بتستخدم التقوي المعتمدة وتطبق الخريطة الصنفية بشكل حرف، وده بالفعل احنا بنطلقها كل سنه، بنحدد الاصناف اللي يمكن زراعتها واماكن توزيع التقوي وفقا للخريطه الصنفيه عشان نضمن اعلى انتاجيه في كل منطقه وفي كل حيز جغرافي. بالفعل اخواتنا اللي التزموا بده شفناهم
في المواسم السابقه بيوصلوا 28 واحيانا 30 ارداف بالفدان، وده بينعكس بشكل ايجابي كمان في فرص انتاجيه افضل وفرص لتامين احتياجات المواطن افضل، ويبقى كمان تحسين دخله بشكل اكبر. طب انا نفسي اسالك سؤال بعيد عن القمح. اتفضل. انا عايزك تطمني على موسم عيد الاضحى القادم. يعني هو طبعا يعني خليني الاول اقول لحضرتك كل سنه وحضرتك طيب ان شاء الله يبقى موسم سعيد. احنا بالفعل بنشوف استعدادات بتبدا من الدوله المصريه ككل قبل مواسم الاعياد وقبل المواسم اللي بيزيد فيها الطلب بشكل او باخر على احتياجات المواطن او طلبات الشراء. يعني احنا عندنا الحمد لله تامين من خلال زياده انتاجيه رؤوس الماشيه محليا، ثم كمان احنا بنقوم بالتنسيق وعمليه المتابعه مع مختلف دول العالم علشان تأمين كميات استيرادية، وإحنا عندنا تنسيق مستمر مع مختلف دول القارة الإفريقية سواء إخواتنا في السودان أو جيبوتي أو العديد من أو تشاد أو العديد من الدول اللي بنقدر نأمن منها برضو بعض الاحتياج، لأن إحنا دولة أنت حضرتك عارف إن إحنا مش دولة ذات مراعي طبيعية. أيوه. فبنحتاج إن إحنا برضو يكون عندنا تأمين لمصادر أخرى. كمان إحنا عندنا تنسيق مع العديد من دول العالم وبنأمن احتياجاتنا بالاستيراد، وفي تنسيق مستمر بده، وفي لجان بتنزل من الهيئه العامه للخدمات البيطريه لجان متابعه علشان تعتمد المجازر اللي بنستورد منها علشان يكون عندنا اطمئنان للحوم اللي بتدخل، وبندخل عندنا في المجازر الحدوديه او في المحاجر الحدوديه، وبنقوم بعمليات فحص ومتابعه مستمره. فكل ده احنا بنقوله ليه؟ بنقول ان شاء الله احنا كنا قادرين طول الفتره اللي فاتت ان احنا نؤمن احتياجات المواطن المصري سواء من الانتاج المحلي او من خلال اعتماد مصادر ومناشئ متعدده علشان يكون عندنا تنوع في الاماكن اللي بنستورد منها، ما نكونش مرتبطين بحد معين او باشتراطات معينه، فبيكون عندنا تنوع كبير في عمليه الاستيراد، وده بيامن لنا فرصه اكبر لتامين احتياجات المواطن المصري. خلال مواسم الاعياد بيكون عندنا تكليفات من معالي الوزير بمتابعه عمليات المعارض والشوادر واماكن البيع علشان نوفر احتياجات المواطن المصري من مختلف السلع، ويمكن شايفين توجيهات مجلس الوزراء في هذا الامر بضروره التكثيف وزياده نقاط البيع وعرضها واتاحتها دكتور امام الجمهور باسعار مخفضه. كله في انا عايز اتقل عليك، يكون عندنا احتياجات متوفره. انا عايز اتقل عليك بمقاطعه، انا عايزك تضرب لي، يعني هنا بقى انا بتكلم مع الدكتور محمد متحدث باسم وزاره الزراعه، انا عايز وزاره الزراعه تضرب لي جشع التجار في مقتل، انا عايز التاجر الجشع ما ينامش الليله دي، بكلمك بامانه والله، عايزه ما ينامش لحد ما العيد يخلص، عايزه يشد في شعره لحد ما يتنحل، علشان في ناس بتتاجر بالازمه. انتوا الوزاره الوحيده اللي تقدر تعلم الجشع تعلمه الادب. انا عارف رميت عليكم مسؤوليه تقيله قوي، بس اداه قدود يعني ان شاء الله. بس خليني اقول لحضرتك احنا بالفعل قمنا مش بس وزاره الزراعه، مجلس الوزراء بالكامل، احنا عندنا توجيهات مجلس الوزراء في هذا الامر واضحه جدا. احنا بنشتغل على ثلاث محاور. المحور الاول هو زياده حجم المعروض، وكل احنا بنتكلم فيه ده اللي هو بند واحد بس اللي هو زياده حجم المعروض من المنتجات الغذائيه كلها. الحاجه الثانيه ان احنا عندنا نزود من اماكن الربط بين المنتج والمستهلك، وده بالفعل بيحصل وهيحصل الفتره الجايه بكثافه كبيره، سواء معارض اهل رمضان، المعارض اللي زي اهل رمضان. أيوه. او المعارض التابعه لمبادره خير مزرعين الاهالينا، او مبادره كلنا واحد تلقى قوات الداخليه او الشرطه المصريه، كل دي مبادرات موجوده وهتكون موجوده في الفتره الجايه بكثافه. مجموعه المنافذ اللي موجوده بيتم التكثيف فيها في اماكن البيع. النقطه الثالثه عمليه الرقابه على الاسواق، ويمكن ده شفنا مجموعة القرارات اللي صدرت قبل كده واللي هتصدر والإجراءات اللي بتقوم بيها الأجهزة الرقابية سواء جهاز حماية المستهلك أو وزارة التموين في مراقبة السلع والتأكد من مطابقة الأسعار والالتزام بالأسعار، أكيد هيبقى في تكثيف أكبر الفترة الجاية. فده كله بيؤكد إن إحنا إن شاء الله جادين في إن إحنا المواطن المصري يحصل على أفضل سلعة وبأفضل سعر ممكن إن شاء الله. يا رب. أشكرك جدا يا دكتور، معلش تقلت وطولت عليك، كل الشكر دكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة. موسم الحصاد والمصنع وشرق العوينات وتفقد الرئيس لهذه المنطقة بالكامل، أكد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه في ضرورة حقيقية لجذب المستثمرين للمناطق الجديدة دي، بل
وزاد على ذلك إيه بقى؟ زيادة الكثافات السكانية في هذه المناطق. قال يا جماعة ضروري نعمل أبحاث للوصول لمنتج زراعي جيد يلبي متطلبات السوق. خد بالك، ما أنا هنا الرئيس بيحط إيده على نيرف، على عصب شديد الأهمية. منتج زراعي جيد يلبي متطلبات السوق، الرئيس يعلم جيدا أنه السوق تطلعاته، يعني المستهلك تطلعاته دايما لما هو أفضل، فأنا مش عاوز أبقى علشان ألبي متطلبات السوق مضطر أن أنا ألجأ للاستيراد. اعملوا لي أبحاث علشان أنتج المتطلبات بتاعة السوق تبقى موجودة، فلا أضطر للضغط على العملة الصعبة. من ناحية تانية الرئيس قال أن إجمالي الأراضي المستصلحة في شرق العوينات وتشكى بيصل إلى 1,000,000 فدان، يعني تقريبا المساحة المزروعة في 3 محافظات. اه والله قال كده. خلونا نشوف الرئيس بالظبط قال ايه. حجم المية اللي اتعملت على اساسه المحطة، احنا حريصين على ان احنا في شغلنا اولا نستفيد منه كله، تمام، وثانيا نستفيد منه بزراعات بنظم ري حديثة وبزراعات حديثة. أنا بقول لينا كلنا دلوقتي، إحنا بنتكلم على الأقل في منطقة توشكا بنتكلم في حوالي 700,000 فدان، وده اللي كان مستهدف، 750,000 مش كده؟ كان مستهدف لما الفكرة اتعملت تمام في الثمانينات على إن توشكا تطلع 700,000 فدان. ومهمة قوي وإحنا بنتكلم في النقطة دي نقول إيه؟ أنتوا عارفين 700,000 فدان دول يساوي 2 محافظة، ولا أنا 700,000 فدان يساوي 2 محافظة، يعني تقريبا 1,000,000 فدان اللي احنا بنتكلم عليهم في شرق العوينات وفي توشكا احنا بنتكلم على 3 محافظات. يتبقى حاجة، تمام، ازاي نعمل ونجذب سواء كان للمستثمرين عشان يبقوا موجودين معانا هنا، او حتى عشان الكثافة السكانية اللي تبقى موجودة تبقى تستفيد من الشغل اللي موجود دوت. احنا خلاص عملنا الجهد او المشوار الاصعب، خلاص بقينا النهارده قادرين على ان احنا في فرص عمل لحوالي 1,000,000 فدان تقريبا، تمام، لما نحط عليهم التصنيع الزراعي اللي بيتعمل لهم اتصور ان العدد ده يزيد اكتر من كده. واحنا بالمناسبه حريصين على ان احنا في 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 هذا المجال كدوله ان احنا كل تعظيم ما لدينا من منتجات زراعيه. المساحه المزروعه 1,000,000 فدان تساوي تقريبا فعلا 3 محافظات زي ما قال الرئيس، قال 700 تحديدا حوالي 2 محافظه، اذا فال 300 1,000,000 تقريبا يساوي 3 محافظات. يبقى الرئيس اتكلم على ايه؟ اتكلم على الميه، ده واحد، اتكلم على ترشيد استخدامات الميه، اتكلم على الري الحديث، اتكلم على عمل ابحاث ضروريه جدا عشان اقدر اوصل الى منتج يلبي احتياجات السوق المحلي، زي ما اتكلم على ايجاد او تكثيف من السكان في هذه المناطق. اذا لازم اعمل نشاط زراعي وانشطه مرتبطه به وانشطه تصنيع و و و و حتى استطيع ان انا اعمل ايه؟ انقل كتل سكانيه. معايا على التليفون دكتور علي اسماعيل، عضو لجنه تحديث الري بوزاره الزراعه واستصلاح الاراضي. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك يا استاذ. ازاي الصحه يا فندم؟ ازاي سيادتك يا فندم؟ كله تمام والله الحمد لله، ومصر كلها النهارده المفروض بتحتفل بهذا اليوم المجيد. والله انا بقول كده، حصاد القمح ده يوم عيد، لازم نعترف بهذا الشيء. والله انا بقول كده، احنا واحنا كبرنا على الاغنيه الشهيره القمح الليله ليله عيده. تمام إيه؟ لا مش كبرنا، خلي بالك، تحقيق الاكتفاء الذاتي وحلمنا ان احنا نصل الى جزء كبير من سد الفجوه الغذائيه، وخاصه مع اكبر محصول استراتيجي بيأثر فينا، ده موضوع حلم لينا كلنا، كلنا لازم نساعد وكلنا لازم نفرح ان احنا بنحقق فيه خطوات وماشيين في الاتجاه ده بشكل جيد يعني. طيب، يعني وباعتبار حضرتك احد اهل ورجال الاختصاص، بل من كبار رجال الاختصاص في هذا الامر، ترى دكتور علي ان احنا بنقرب من مسألة اكتفاء ذاتي من القمح؟ واذا كان الامر كذلك، يعني اقدر اقول باذن ربنا سبحانه وتعالى قدامنا قد ايه؟ بص يا فندم، الكلام اللي انت شوف في إرادة سياسية، خلي بالك من النقطة دي مهمة جدا. في إرادة ايه؟ سياسية. في تعليمات بتتنفذ على أرض الواقع، كانت هذه التعليمات موقوفة في فترة معينة. أنا شاهد عيان. يعني أنا كنت شاهد عيان. النهاردة التوجهات الرئاسية كل الأراضي، ويمكن
سيادة الرئيس قال الكلام ده النهاردة في خطابه، إن أنا كل الأراضي لازم أركز على محاصيل استراتيجية تحل مشاكلي. ومن هنا أنا بقول لسيادتك إحنا بنشكر المجهود اللي بتقوم بالقوات المسلحة المصرية وخاصة ممثلة في جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، إن هي النهاردة بتستصلح مساحات قرابة المليون فدان، وإن المليون فدان فيهم 60 أو 70% منهم بيتزرعوا قمح كمحصول استراتيجي. فمين كان هيغطي هذا الكلام؟ احنا لما نكمل في 2024 المساحه المستهدفه ل 4 مليون فدان هتستصلح، وقول 60% يعني 2.5 مليون فدان جداد هيدخلوا في دائره زراعه القمح بخلاف اراضي الوادي والدلتا القديمه والاراضي المستصلحه الاخرى، فانت هتصل بنسبه كبيره جدا بالاكتفاء الذاتي من القمح، وخاصه قمح الخبز. قمح الخبز العيش اللي هو العيش اللي احنا بننتج النهارده، احنا عندنا 70 مليون مواطن بياخدوا كل يوم عيش. الدولة بتوفر 350 مليون رغيف عيش، والرغيف عيش بخمسة قروش، خلي بالك مش في الدنيا يعني. ضغط رهيب. الطن القمح احنا بنستورده النهارده في استيراد، انت بتستورد 8 مليون طن غزال تموين، النهارده الطن ب 350 دولار، يعني انت بتتكلم يمكن سات راس اشار ليها 350 مليون دولار عشان اجيب طن قمح. فانت شوف ال 8 مليون طن بكام؟ فوق المليار و200 مليون مصر بتدفعهم. فطبعا انت كل ما بتزود وبتقدر تقفل هذا الجاب، فانت كانك بتعمل ميزه نسبيه ومعادله اخرى، بتوفر فلوس في العمله الصعبه وبتحقق الاكتفاء بتاعك الذاتي. فمصر ان شاء الله ترجع. انا شايف ان احنا لو ماشيين بهذه الخطوات في حدود من 4 لـ5 سنين هنصل الى الاكتفاء الذاتي في رغيف الخبز باذن الله. طيب انا مذيع على قديمه بتاع ما بفوتش اي حاجه، انه سيادتك قلت كان في تعليمات صدرت، او دلوقتي في تعليمات صدرت، او بقالنا فتره في تعليمات صدرت، لانه في اراده سياسيه حقيقيه متعلقه بهذا الملف، الا انه هذه التعليمات كانت موقوفه لفتره وانا شاهد عيان. الفتره دي كانت من سنه كام لسنه كام يا دكتور؟ بص يا فندم، انا كنت في مشروع توشكا من سنه 98 مع بدايه مشروع ده. من البدايه خالص، من البدايه ومع انشاء مشروع توشكا انت عارف الكلام. وكان يعني طلع شويه منشطات كده كانوا في بعض الجرايد في الاخبار وفي الاهرام والكلام ده، ما كنتش انا كان مسؤول عنهم، ولكن يعني عايز اقول ان في الاخر حصل توجيهات ان هذا الموضوع موضوع حساس كدوله ما نتكلمش في هذا الموضوع، وان هذه المشروعات اتعملت للاستثمار الحر. الاستثمار الحر، خلي بالك من الكلمه دي، يعني اللي عايز يزرع اي حاجه يزرعها بطريقته ويزرع اللي هو عايزه، فبالتالي مش هندخل في قصه المحاصيل الاستراتيجيه في هذه المناطق. وصلت الفكره؟ وكانت شرق العوينات يقول لك انت بتطلع الميه تكاليف يعني استخراج الميه فالتكلفه عاليه، وبالتالي لو انت زرعت قمح يبقى هتخسر بالنسبه للاسعار المحليه واسعار السوق العالميه. فدي على طول تعرف ان كان في امور معينه وفي تحديمات، فانت كان في مصالح معينه ومعروفه ان كانت هناك دول بتضغط بشكل معين ودول كبيره جدا على مصر في موضوع استيراد زراعه القمح والتوسع في زراعه القمح وموضوع تربيه الاصناف، وان احنا نوصل يعني نقطع شوط في هذا الاتجاه. يعني الكلام ده يعني مش مفروض ان انا اتكلم فيه. ده لازم كنا نتكلم بصراحه. ما هو انا بقول سيادتك اهو، انا عندي اراده سياسيه، هذه الاراده السياسيه هل تتصور يا استاذ يوسف أن مصر بما تستصلحه من 4 مليون فدان يساوي ما استصلحته مصر من ذات الثورة من 52 لحد 2011؟ يا نهار أبيض، يا نهار أبيض. يبقى أنت بتتكلم في إيه؟ أنت بتسابق الزمن، أنت بتسابق الزمن، بتعمل شيء. النهاردة أنت عندك نمو سكاني، عندك 100 مليون 102 مليون نمو سكاني 2%، موارد بتلتهم. هل تتصور لما كانش الأراضي دي بتتعمل ماذا كان حال الدولة المصرية؟ طب أنا عندي سؤال صغير، وده مش متعلق بمسألة مسألة الشاهد على العصر وشاهد على مرحلة، ولكن هنا هو سؤال فعلا يعني في صلب الموضوع. أنا علشان على نهاية 24 هقول 25 عايز أوصل لمستهدف الاكتفاء الذاتي، ده محسوب في معدل الزيادة السكانية بتاعتي ولا؟ أكيد. وبعدين في سيادتك في نقطة تانية ناقصة عندنا، احنا خلي بالك احنا بنشتغل في كلمة قمح بيور، يعني بنطحن قمح. أيوة. طب أنا لو دخلت مباشرة دلوقتي الذرة البيضاء في عمليات الخلط بنسبة 20% هو ما كان موجود قبل كده، حاصل إلى الاكتفاء الذاتي بسرعة كبيرة جدا مع كل الزيادات دي. عظيم جدا دكتور، انا يعني هذا الكلام موجود ومحسوم والدراسات موجوده
واعتقد ان الدوله يعني في جزء تاني متوازن. خلي بالك احنا بنتكلم في محاصيل حبوب، عندي محصول القمح وعندي محصول الذره وعندي الرز. الرز 50 مليون مواطن بياكل رز في وجه بحري. ايوه خلي بالك ده بيقلل الضغط على الايه، على القمح. يعني 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 مواطن الوجه البحري بياكل الرز في الوجبتين غدا وعشاء، فما بياكلش عيش. ايوه فانا لو عملت له نقص في الرز، يعني لو في نقص في الرز يبقى في الاخر هيجي ايه، يضغط على رغيف الخبز. صح، انا محتاج ان انا ابقى في عندي سياسات، فانا بوزن اوزن بالظبط، وفي نفس الوقت احقق الاكتفاء الذاتي من الرز، ويبقى اذا كان في عندي جزء من التصدير يبقى انا برجع لجزء من التصدير. صحيح. فهنا اللي التوازن اللي موجود ده ما بين الثلاث محاصيل نمره اثنين، انت عارف ان القمح والذره والنخالة اللي طالعه من ده وده هي جزء في غذاء المشي. ايوه يعني هي جزء من بتخش يعني في تصنيع الاعلاف، هي دايره متكامله. طبعا استفيد انا من كل هذه العناصر، فانا النهارده لما اعمل ازرع في الصيف، خلي بالك الذره لا يتعارض مع الايه، مع القمح في الموسم بتاعه. فبالتالي انا محتاج ان انا اكثف على زراعه الذره في المحصول الصيفي، وبالتالي هقدر اعمل جزء من الانتاج الحيواني اغطيه. الذره مستخرج منه الزيوت، فلما احط اصناف انتاج الزيت وانا عندي عجز في الزيت هاخد منه اللي هي النخاله بتاعته، هاخد من القمح النخاله في الشتوي. كل الامور دي المفروض ان احنا ان شاء الله بهذا الكلام، بهذه المساحات اللي بتتزرع وهذه المساحات اللي بتستصلح، هي دي النقطه، التحدي الكبير ان يتم استصلاح هذه المساحات. النهارده هذه المشروعات صرفت كزراعه اكثر من 700 مليار جنيه. خلي بالك سيادتك حجم الاستثمارات في المشروعات دي في الاربع خمس سنين الاخيره دول، انت بتعمل مشروعات غطيت مصر من الجنوب، من عندك من توشكا للعوينات للوادي الجديد فوق للدلتا الجديده على سيناء، فكل دي مشروعات في حوالين النيل، غرب غرب المنيا، عندك مشروع غرب كومومبو، فانت بتعمل خلخله. سياده الرئيس وجه بايه؟ ان احنا نبتدي نعمل الهدف الاساسي هو المجتمعات الزراعيه الصناعيه المتكامله. صح. فانا لما يبقى عندي صناعات قائمه على المشروعات الزراعيه بتاعتي اللي انا بعملها، وطبعا لكل منطقه ميزه نسبيه، يعني انا في توشكا في ميزه نسبيه، العوينات لها ميزه نسبيه، مشروع غرب الدلتا اللي هي الدلتا الجديده لها ميزه نسبيه، فكل منطقه ليها الصناعات اللي هتبقى قائمه عليها، وبالتالي الصناعه دي ايه؟ يعني افراد واقامه وناس وورديات بتشتغل ونقل ولوجستيات وطرق. خلاص انا بتكلم على مجتمع متكامل بالضبط. يعني فاحنا ده اللي عمل وتعليم وسكن وتجاره بينيه الى اخره. انا عايز اشكرك جدا 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 يا دكتور حقيقي يعني، واتمنى ان احنا نتقابل قريب في البرنامج ده، محتاج اسمع كتير بجد يعني. كل الشكر للدكتور علي اسماعيل عضو لجنه تحديث الري بوزاره الزراعه واستصلاح الاراضي. فاصل ونكمل الكلام. النهاردة بنحتفل بصدور موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على أول صندوق استثمار في المعادن النفيسة، والشركات التي تقدمت للحصول على هذه الرخصة أو تأسيس هذا الصندوق، يعني أسست هذا الصندوق لعملية الاستثمار في الذهب. أهمية هذا الصندوق أنه هو بيمكن جموع المستثمرين بأرقام استثمارية صغيرة أنه هو يقدر يعمل عملية الادخار في هذه الصناديق من خلال آلية مؤمنة بقدر الاستطاعة. وأيضا صدر عن الهيئة العامة للرقابة المالية القواعد التنظيمية المختلفة اللي سواء نظمت عملية الشركات التي بتخزن الذهب أو بتقدر أنها تحتفظ به، وأيضا الشركات اللي بيتعامل معها مدير الاستثمار اللي هو واخد الرخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية في شراء وبيع الذهب بناء على الأسعار الناتجة عن المصافي المعتمدة بالنسبة للذهب في جمهورية مصر العربية. احنا النهاردة خلينا الذهب بأداة مالية تقدر تشتري دهب، وفي نفس الوقت مش شايل كل اللوجيستكس والهم بتاع كل الحاجات المخاطر اللي حواليه، فتحول لأداة مالية، تحول لكشف حساب، تقدر ان انت يبقى كون جزء من المدخرات او المحفظة الاستثمارية لكل بني ادم. وعاملين الوثيقة ب10 جنيه عشان عايزين نشجع ولادنا والمستثمر الصغير ان هو يبتدي يستثمر من اول 10 جنيه، يبقى احنا كده بنسهل للناس سبل الاستثمار. كل ده واللي اهم من كل ده ان كل ده بيتم في اطار تنظيمي وتشريعي تحت الرقابه العامه، الهيئه العامه للرقابه الماليه.
صندوق استثمار المعادن النفيسة والذهب بطبيعة الحال. خلي بالك احنا بنتكلم في القصة دي من امبارح، وانه الناس لازم تبقى عارفة هو يعني ايه صندوق استثمار فيه معادن نفيسة وذهب. طب انا هستثمر فيه ازاي؟ يمكن جزء من التقرير لما كان حتى بيتكلم فيه الدكتور محمد فريد وما الى ذلك من الضيوف الكرام، انه حتى صغار المستثمرين يقدروا يستثمروا في ده. لكن من امبارح للنهاردة اقدر اقول ان طلع على الاقل 7-8-9-10 فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، تقدر تقول ان 70% منهم من غير المختصين قالوا هبد. طيب حتى نقطع شك بيقين وحتى نستطيع ان نفهم يعني ايه صندوق الاستثمار في الذهب او المعادن النفيسة، معانا على التليفون الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية. اهلا اهلا بيك يا دكتور. اهلا، ازي حضرتك؟ منورنا يا دكتور، ربنا يخليك. في مستهل الحديث انا عايز مرة نعمل حوار طويل عندنا او عند حضرتك في المكتب واحد. تنورني او اجي لك في اي وقت؟ لا ده انا اتشرف، بالعكس يسعدني، ربنا يخليك دكتور. اولا خليني هقول انه الخطوه طبعا اكتر من رائعه ونشكركم عليها جدا، ولكن قطعا لشك بيقين حتى لا يتقول القائلين، والتفسيرات عندنا دايما في مصر يعني حدث ولا حرج، يعني ايه صندوق في استثمار في المعادن النفيسه؟ يعني ايه صندوق في الاستثمار في الذهب؟ هعمل ايه؟ طيب يعني دي نقطه في غايه الاهميه، يعني قطع الشك يوسف، ان هو زي ما في صناديق استثمار على سبيل المثال في الاسهم. أيوة. دي حضرتك بتعمل ايه هذه الصناديق؟ هي بتجمع مدخرات جموع الناس اللي ما عندهمش الخبره ولا القدره على الاستثمار بنفسهم على مستوى اسواق الاسهم على سبيل المثال، او في صناديق استثمار في ادوات الدخل الثابت اللي هي بتستثمر اموال المدخرين والمستثمرين في اذون الخزانه اللي صادره عن الدوله او سندات الخزانه الصادره عن الدوله، او ايضا في صناديق استثمار عقاريه بتيجي تقول لك انا بخصص 5-6 انواع من العقارات لو انت عاوز تستثمر وتاخد دخل باسيف او سلبي، او ان حاجه بتجيب لك دخل وانت قاعد نتيجه هذا الاستثمار، نتيجه ريع ايجاري بينتج عن هذه العقارات، فده متاح ايضا. فالنهارده اصبح لدينا اول تنظيم لان صندوق استثمار بيجمع مدخرات جموع المستثمرين والمدخرين اللي لديهم الرغبه في الاستثمار في المعادن، وبيقوم مدير الاستثمار اللي هو مين بقى مدير الاستثمار؟ استاذ ده الشركه مرخص لها من قبل الهيئه العامه للرقابه الماليه وتخضع للاشراف والرقابه والتفتيش من قبل الهيئه. هذه الشركه اللي هو مدير الاستثمار للصندوق بيتعاقد مع مختلف تجار اللي هو انشئ لهم خصيصا سجل في الهيئه العامه للرقابه الماليه وفقا لضوابط محدده، بيقدر ان هو يبلغهم يقول لهم انا في ما يوازي 2 مليون طلبات على وثائق استثمار، عاوز اشتري قصاد ال 2 مليون دول كميات من الذهب. فتيجي شركات التجاره اللي هي دخلت في السجل في الهيئه العامه للرقابه الماليه وبناء على ضوابط ومعايير، هذه الشركات هي مربوطه مباشره مع المصفاه بتاعه الذهب. احنا الذهب في مصر عندك مناجم وبعدها بتخرج على شركات التصفية او اللي هي المصفاه اللي بتطلع من الذهب الشوائب والتراب وغيرها من المسائل علشان يطلع لك الذهب وبيتختم والابعاد دي كلها. فهذه الشركات اللي هي مربوطه الكترونيا بهذه المصفاه بتقدر تنفذ اوامر مدير الاستثمار سواء بالشراء او بالبيع. هايل. بعد كده الكميات الذهب اللي تم شرائها او بيعها او شرائها بقى في هذه الحاله، بتاخد هذه الكميات بتروح بيها لاحد الشركات اللي برضه انشئ لهم سجل خصيصا في الهيئه العامه للرقابه الماليه لتخزين الذهب وفقا للمعايير والانظمه الالكترونيه والتكنولوجيه المتبعه في هذا المضمار. فيبقى النهارده انت كل وثيقه بتشتريها هو في ظهرها في كميات من الذهب مناظره لكميه الوثائق اللي انت اشتريتها من هذا الصندوق. دي بقى كميات من الذهب موجوده؟ يشتري كميات ذهب مناظره ل 1000 جنيه دي. واحد دخل بمليون جنيه نفس القصة. حلو. دي كميات ذهب موجودة في شركات التخزين اللي هي ما يطلق عليها خارجا بنوك الذهب. بنوك الذهب أو إحنا أطلقنا عليها هنا عشان يعني الصيغة المتعارف عليها أمين حفظ المعدن. إحنا عندنا في مجالات
اسواق راس المال او اسواق الاسهم في حاجه اسمها الامين الحفظ او باللغه الانجليزيه الكاستوديان، ده اللي هو بيبقى عنده السجلات كلها بتاعت كل الناس اللي هي يعني محوش عنده الاسهم او السندات. فهو نفس الفكره في امين الحفظ للمعادن اللي هي الشركه او الشركات المرخص لها بعمليه التخزين، واللي ايضا انشئ لها سجلها علشان في اي لحظه حبت الهيئه العامه للرقابه الماليه تتاكد ان كميات الاموال وكميات الوثائق اللي هي اصدرها الصندوق في كميات مناظره ليها من الذهب، لان يعني دي اهم جزئيه بتعطي امان وثقه للمستثمر ان هو في اي لحظه عاوز يتاكد ان قصاد هذه الاموال اللي هو استثمرها واشترى بيها وثائق هو بالفعل في ذهب مخزن في هذه الشركة، الهيئة العامة للرقابة المالية بتقدر تنزل تفتيشات في أي لحظة على هذا الأمر. طيب عشان أشتري أي شيء في الوجود لازم أكون عارف سعره، في الحالة دي السعر اللي أنا هشتري عليه بالتأكيد هيبقى سعر اليوم أو لحظة البيع أو لحظة الشراء كمان تحديدا، زي ما بخش أشتري سهم مثلا في سوق المال أو في البورصة، مين اللي هيسعر الذهب اللي أنا بشتريه ده؟ التسعير بتاع الذهب التسعير منبعه جاي منين يا استاذ يوسف؟ التسعير منبعه جاي من المصفاه. حلو قوي الكلام ده. الذهب هي ده منبع التسعير، بعد كده بقى بيتبني عليه ما يسمى بالمارك ابس او الزيادات السعريه المختلفه، لكن منبع التسعير بيبقى جاي من المصفاه. هذه المصفاه بتبقى مربوطه مع شركات التجاره ومربوطه مع البورصه المصريه على شاشاتها ان هي بتحط السعر اللي جاي من المصفى كسعر استرسالي بيتبني عليه بالتاكيد يعني بعضا من المصاريف المعلنه اللي بيعلن عنها من قبل مدير الاستثمار عليها، لكن هو ده بيبقى السعر التقريبي اللي بتبقى بيتم التعامل عليه على مستوى هذه الوثائق. هل ده بيبقى له اي علاقه بسعر الذهب المعروف عالميا؟ يعني مثلا سعر الذهب في بورصه الذهب بتاعت لندن، سعر الذهب في بورصه الذهب اللي في دبي الى اخره؟ لو عاوز الحق لا، هو السايكل مقفوله محليا، يعني المصفى اللي هي بتدي لك هذا السعر هي مصفى محليه مصفى عالميه، فالسعر اللي هو بيجي لك منها بالجنيه المصري مش مربوط باسعار عالميه ولا اي حاجه، السعر اللي بيجي لك منها بالجنيه المصري هو ده السعر الحقيقي اللي تقدر تتعامل عليه. انت في الاخر عاوز سعر قابل للتنفيذ عليه، مش كده يا استاذ يوسف؟ يعني طبعا. يعني مش هينفع تبقى بتقول سعر لكن لما تيجي تشتري بيه الناس اللي هي دخلت بالاستتاب يعني مدير الاستثمار ياخد بقى هذه الاموال ويقول للناس انا عاوز اشتري الكميات دي بالسعر ده، يقولوا لا ما فيش. فالنهارده احنا بنتحدث عن اسعار قابله للتنفيذ اللي هي منبعها المصفى بتاعه الذهب المربوطة الكترونيا مع شركات التجاره ومربوطه الكترونيا مع البورصه. فانا اشتريت وثيقه ب 10 جنيه فانا عندي كده مكافئ ذهبي من المعدن النفيس بوليون بقيمه ال 10 جنيه على سعر اليوم. صحيح. ونقطه برضو في مهمه يا استاذ يوسف هو معدل النقاط. ان هنا احنا بنتحدث ده احد برضو المنافع او الاضافات يعني حلو. في عمليه تنظيق الاستثمار في المعادن او في الذهب خصيصا، ان احنا بنتحدث عن جوده ومعدل نقاء اللي هو معدل النقاء العالمي اللي هو التريبل ناين او الاربعه بتاعه اللي هو 9999 ده. ايوه. فهو ده اللي مبني عليه اللي وانت بتشتري بتبقى بتقول انا بشتري اجود او انقى انواع من الذهب اللي هي متخزنه في الشركات المرخص لها عمليه التخزين احد الشركات المرخص لها والمراقبه من الهيئه العامه للرقابه الماليه، علشان تبسط عمليه الاستثمار لجموع الناس وتبقى قدرت ان انت تعمل المحفظه الاستثماريه للمتعامل. احنا عارفين ان اي يعني مستثمر او مدخر سواء كبير او صغير دايما بيبقى شغله الشاغل ايه، انا عاوز اشتري عقار او يبقى عندي ما يسمى بالاكسبوجر او ان انا متعرض لتقلبات اسعار العقار، يعني اللي هو وده بيبقى متاح يا اما من خلال استثمارك المباشر في العقار او من خلال صناديق الاستثمار العقاريه. فده شرط اولاني وعليه وجزء تاني بيقول لك انا عاوز ادخر ويبقى عندي دخل ثابت يعني بقدر ان انا اتحرك بيه من خلال هذا الدخل، فبتشتري صناديق الاستثمار ذات الاوعيه الادخاريه الثابته. صحيح. اللي هي بتستثمر في الودائع والشهادات واذون الخزانه وسندات الخزانه، وبالتالي انا السعر يعني الاكثر رغبه في المخاطره او الاصغر سنا يقول لك بس انا عاوز بعد 20 30 سنه يبقى عندي اموال اكثر من الدخل الثابت ده، فبيستثمر جزء من استثماراته في ادوات الملكيه، وايضا المكمل ليه
عمليه الاستثمار بعوائد يعني اكبر على المدى الطويل بيبقى جزء الاستثمار في المعادن. فالنهارده اصبحت الاربع انواع من القنوات الاستثماريه والادخاريه متاحه في اطار صناديق استثمار بيديرها محترفين. حلو جدا. انا كده بدات بالذهب، هل هدخل جوه الصندوق معادن اخرى؟ انا هدخل بلاتين، هدخل فضه، هل هيبقى بس معادن نفيسه ولا ممكن اروح مدخل في معادن اخرى قد تكون اقل؟ هي الاساس التنظيمي والتشريعي هو ما يسمى بالقيم المنقوله او الاصول المنقوله يعني. فالنهارده الاصول المنقوله دي بتشمل معادن نفيسه وبتشمل معادن اخرى لو في معنى فيها. مربط الفرس في الموضوع ان هذا الصندوق هو صندوق مخصص للذهب، لان طبيعه هذا السوق وطبيعه الجوده بتاعته والحاجات دي كلها يعني تستتبع ان هو لازم يبقى صندوق مخصوص على نوع معين من انواع السلع. بس هل ده معناها ان ما ينفعش يبقى فيه صندوق للفضه او صندوق للبلاتين او اي مكان؟ يعتمد على معدلات الطلب وكميات اللي تبقى متاحه من هذا المنتج يعني او هذا المعدن، وبناء عليه لا يجوز طبعا ان يبقى فيه هذا الامر لو تاكدنا من ان كافه دوره العمل بالنسبه لنا مطمئنه كالهيئه العامه للرقابه المالية كجهه اشرافيه ورقابيه على الاسواق الماليه بصفه عامه وصناديق الاستثمار. فلو اطمئنينا ان يعني في المناجم وفي المصفى وفي التجار اللي هو بيتابعوا الشركات دي نقطه في غايه الاهميه. احنا النهارده يعني ما كانش بتطلع على الشاشات، النهارده هتبقى بتطلع على الشاشات او على الموقع الالكتروني للبورصه المصريه تمهيدا برضه لعرضها على بورصه السلع المصريه، بحيث ان هو يبقى اصبح متاح لجموع الناس على الاقل سعر المصفى والسعر التنفيذي اللي بيتم من قبل شركات التجاره. صح. فده نقطه اوليه تتيح ان لو في اهتمام ورغبه جموع اخرين ان هم يتقدموا للهيئه ونبتدي ندرس دوره العمل ونتاكد فيها المتطلبات التنظيميه والتشريعيه اللي اتضحى لها العمل الرقابه الماليه، بالعكس هيبقى امر طيب وبينوع القنوات الاستثماريه وهو ده اهم طبعا. طب الشراء يا دكتور، وانا معلش انا بطول على حضرتك، الشراء بتاع هذه الوثيقه هل هيبقى عن طريق شركات التداول المعروفه لادوات الملكيه الاخرى، ولا انا هروح لمكان اخر منه اقدر اشتري هذه الوثيقه اللي بتبدا زي ما عرفنا انها 10 جنيهات مصريه؟ ده سؤال في غايه الاهميه. النهارده بموجب ما اعتمد في نشره الاكتتاب اللي فيه 11 جهه بتقدر ان هي تتلقي الاكتتابات في هذه الوثائق او الاستردادات ايضا. احنا النهارده المواعيد اللي منصوص عليها في مصر الاكتتاب هي 2 و4 او 2 و5 في الاغلب يعني الاضاءه، وبيبقى ان انا النهارده لو على سبيل المثال انا عاوز اشتري او اكتتب في هذا الصندوق فبحط اي مكان المبلغ 50 جنيه، 100 جنيه، 50,000، اي مكان الرقم اللي الناس لديها الرغبه في عمليه ادخاره واستثماره. ايوه. مدير الاستثمار بيجمع من جموع الناس اللي هي تقدمت بيها الطلبات اللي انا عاوزه من اشتري وثائق في هذا الصندوق، بعدين بيبتدي يتكلم مع شركه التجاره والمصفى وغيره علشان يقول له انا عندي هذا المبلغ عاوزه السعر اللي بناء على اللي منصور ده، قول لي التسعير هيبقى قد ايه عشان اقدر اشتري كميات من الذهب. حصل ان هم اتفقوا تنفذ الامر بخلال تي بلس 2 وهو بعدها بالظبط يعني النهارده الاثنين الاربع بيبقى المفترض وفقا لكميات يعني منصوص برضه عليها 12 كميات، لكن هفترض ان هي اليومين في هذه الحاله بيبقى الذهب استلمته شركه التجاره ورايحه تحطه باسم صندوق الاستثمار في شركه تخزين الاستثمار. نقطه مهمه احب ان انا برضه اوضحها ان بعد حجم معين من المستثمر يعني الارقام بس يمكن مش حاضره في ذهني، لكن في رقم معين من الاستثمار تقدر ان انت تحول هذه الاستثمارات الورقيه تقوم رايح لمدير الاستثمار وشركه التجاره المستخزن تقول له انا لا انا مش عاوز ان انا اخد الفلوس وانا ممكن استردها، انا عاوز اخد الذهب فيزيكال من المخزن اللي هو متاح عنده عمليه تخزين بالنسبه لهذا الصندوق. فده ما يسمى بالفيزيكاليزيشن اوف سيرتيفيكت او جولد يعني. فان انا بحول وثيقه الاستثمار في الصندوق بقدر ان انا احولها الى ذهب فيزيكال او عيني، بقدر ان انا بالظبط هيبقى في ايدي من المخزن وفقا لمعايير محدده يعني موضوعه في نشره الاكتتاب. طب نيجي لعمليه الاسترداد. طب نفترض ان انا ما وصلتش لهذه الكميات، هل ده معناها ان المستثمر اللي داخل ما يقدرش ان هو ياخد امواله؟ لا،
هو زي ما تحدثنا عندنا اثنين وخميس هو الاكتتاب والاستبداد، فمعناها ان انا يوم الاثنين بتقدم للصندوق الاستثمار من خلال ال 11 جهه اللي هي شركات الوساطه اللي منصوص عليها في نشره الاستبداد، بقول لهم دلوقتي انا عاوز خلاص ارديم الوثائق دي او ان انا استرد اموالي من هذه الوثائق اللي انا كنت دفعت فيها 1000 جنيه. فجم وقت التقييم لقوا ان ال 1000 جنيه دي بقت 1200 او بقت 900 اي مكان الرقم ايا كان، لان دي تطلبات سعريه للذهب ليس له يعني ما فيش حد له دخل بيها. صح. لكن نفترض ان هو بقت ب 1200 فيقوم قايل له خلاص انت بعد بكره انا النهارده هبيع الذهب بما يوازي الوثائق اللي جايه لي فيها الاسترداد، فبيبيع الذهب وخلال يومين بناء على السعر المعلن على شاشات البورصه، وخلال يومين بتقدر ان انت تستلم اموال الوساطة اللي هي عملية الاكتتاب على طول تبقى العملية عكس. أنا بشكرك جدا يا دكتور، كل الشكر ليك الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية. استنونا بعد الفاصل، الحوار الوطني ودي حاجة مهمة جدا. طيب قضايا أو بعض من قضايا هذا الحوار هنبدأ نتكلم فيها وعلى فعاليات هذا الحوار ومناقشة التمييز والنظام الانتخابي. هنتكلم على الحاجات اللي جرت النهاردة لمجلس النواب وبعض القضايا الأخرى في المحور السياسي. ضفنا العزيز داخل الاستوديو معالي المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، ينورنا ويشرفنا زي ما نقول كده فقط وحصريا في التاسعة. استنونا. في ظل التحديات اللي مرت بيها مصر خلال الفترة الماضية ما نقدرش نحمل على نظام معين أو سلطة معينة موجودة في مصر. احنا دولة خاضت تجربتين من الثورات، تغيير أنظمة سياسية، تحديات اقتصادية، تحديات أمنية، تحديات سياسية، بداية من خارطة الطريق عقب ثورة 30/6 ومروراً بدستور 2014، انتخابات الرئاسية واستحداث البرلمان أو مجلس النواب الذي تم انتخابه في الفصل التشريعي الأول 2016. تمخض عن هذا العديد من التحركات السياسية في مصر، يمكن من أهمها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. عقب هذا تم إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، وكذلك أيضا إطلاق الحوار الوطني في منتصف عام 2022. الفكرة كلها إن زي يحصل توافق على أشياء معينة نرفعها للسيد الرئيس. ف يعني أنا كنت حاضرة الحقيقة الجلسة الخاصة بحقوق الإنسان اللي هو منع التمييز، وكان في يعني شبه وفاق، يعني وفاق تام من حيث المبدأ وشبه وفاق من حيث التفاصيل على ضرورة إنشاء المفوضية لمنع التمييز، ولأنها استحقاق دستوري من 2014 إن في ناس كتيرة جدا والمجتمع المدني وأيضا المشرعين بيشتغلوا على مشاريع قوانين لإنشاء هذه المفوضية. المطلب الرئيسي اللي كان يعني اتفق عليه الغالبية الساحقة من المشاركين هو المطلب الخاص بتفعيل الاستحقاق الدستوري الوارد في نص المادة 53 في الدستور، اللي هو الخاص بإنشاء مفوضية لمكافحة جميع أشكال التمييز العنصري، لأنه طبعا دستور صادر من 2014 فمدى زمني طويل. يعني طبعا مصر كان عندها استحقاقات كتير ومرت بمرحلة صعبة طويلة، لكن أما وإننا بنتكلم على حوار وطني وفتح ملفات كتير يعني فموضوع مكافحة التمييز من ضمنها، فكان الاتجاه العام هو تنفيذ هذا الاستحقاق الدستوري ومقاومة بقى يعني الممارسات التمييزية بالدعوة لأنه يكون هناك في قانون بيغلظ العقوبة على مختلف أشكال التمييز، وتم تغطية طيف واسع جدا من التمييز.
الحقيقة النهاردة الجلسة الأولى للجنة حقوق الإنسان وهي ضمن المحور السياسي في الحوار الوطني متعلق بقضية مكافحة التمييز، وهذه القضية تشرفت بالحديث في هذه الجلسة كمتحدث عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بعرض الورقة التي عملت التنسيقية عليها خلال الفترة الماضية من خلال مجموعة من الجلسات وورش العمل. قضية التمييز أو مكافحة التمييز هي استحقاق دستوري، لأن المادة 53 من الدستور نصت على أن المواطنون لدى القانون سواء، لا تفرقة بينهم لأي سبب من الأسباب، سواء النوع أو الدين أو العقيدة أو المستوى الاجتماعي أو المستوى أو الانتماء السياسي أو لأي سبب آخر، واعتبرت أن التمييز جريمة يعاقب عليها القانون، وأيضا ألزمت الدولة بإنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض. الحوار النهاردة بيأمل أن ينتهي الأمر إلى قانون موحد للتعاونيات يحدد حقوقهم، يحدد واجباتهم، يحدد اختصاصاتهم. أيضا التعاونيات هي طبعا عايزة تخرج كاتحادات تعاونية منتخبة من عباءة الجهة الإدارية، اللي بيها تبقى اتحادات مستقلة لخدمة المواطنين بشكل ميسر. النقاش نفسه يعني طرح النقاش التمييز نفسه ده طرح مهم جدا 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 في الوقت ده. المخرجات ليها علاقة بحاجات كتيرة جدا، انا حتى قلت ده في كلمتي، ليها علاقة بالمجتمع نفسه، يعني حتى لو الحكومة او الدولة عندها رغبة في ان هي تعمل مفوضية لمكافحة التمييز، الوعي الجمعي المصري في مشكلة ضخمة ليها علاقة بان التمييز هو سمة اساسية موجودة وليه علاقة بالتفاخر. يعني التمييز هنا هو الاستعلاء، التمييز هنا هو العنصرية، التمييز هنا هو التنمر. وفي مصر تحديدا كل اي حد اعلى من حد درجة بيمارس عليه التمييز، وموضوع مش بيمارسه يعني فكرة مش لازم يكون بقصده، بس هو خلاص بقى وعي جامع، بقى زي ما بيقولوا عادة طبع. انطلاقة في ملفات غاية في الأهمية، ملفات كانت محل اهتمام الرأي العام المصري منذ وقت طويل، سواء الملف السياسي كان هناك اهتمام من الأحزاب السياسية والقوى السياسية حول النظام الانتخابي، الملف الثاني وهو مرتبط بعدم التمييز، وده كان ملف بيهتم به الرأي العام في الداخل والخارج، خاصة في أنه فكرة عدم التمييز فكرة مطروحة في دستور 2014 في المادة 53 بإنشاء مفوضية عدم التمييز. التغيرات اللي تمت في السنوات الأخيرة أظهرت أن هناك قصور في التشريع خاص بالتمييز، وده اللي استلزم ان تكون الجلسة الاولى عدم التمييز. عدم التمييز اعتقد انه مهم جدا في الوقت الراهن. انا شايف اللي بيحصل النهاردة عرس، عرس داخل الوطن، عرس بين الناس كلها. الناس النهاردة اللي بيحصل النهاردة ده بيؤكد على الناس حريصة على هذا الوطن ده، وان الناس جاية تتفاعل وتتناقش عشان توصل لحلول لبعض المشكلات اللي موجودة. النهاردة انا شايف ان الامل موجود لدى البعض حتى لو اختلفت الرؤى. فكرة ان احنا بنتحاور مع بعض ده امر مهم جدا، وامر يعني اتبنى عليه من 2016 الرئيس عبد الفتاح السيسي، اطلق مؤتمرات الشباب ومنتدى شباب العالم، ثم تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين والحوارات الكتير اللي عملتها بين مختلف القوى والاحزاب السياسية. ده تمهيد كله للمجتمع ان احنا نبدا نتحاور مع بعض وان احنا نقبل الاختلاف، وان الاختلاف لا يفسد للوطن قضيه. الشان السياسي شان مهم، انتخابات السياسيه سواء برلمانيه او مجالس محليه، تعديل القوانين او استحداث حتى قوانين جديده، كل شيء متاح، وكل ولا سقف للحوار الوطني الا الدستور. طيب خلونا نبدأ على طول الكلام وكل الترحيب بمعالي المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، منورنا وشكرا على الجهد حقيقي. يعني مساء الخير وشكر جدا على الدعوة، وصح الوقت متأخر شوية بس مش مشكلة، يعني ما هنسهر حضرتك معنا حبتين. بس فعلا احنا بنتكلم النهاردة على بداية أظنها كمان بداية موفقة، لأن إحنا من اليوم الأول بدأنا نصل إلى توافقات، وحصل توافق على مسألة مفوضية لمكافحة أو مواجهة التمييز. هل كان يتصور مجلس أمناء الحوار وأمانته الفنية أنه من اليوم الأول نقدر نوصل إلى مشتركات، وتاني أنا بأكد على الكلمة توافق مش تصويت؟ طبعا كان احنا طبعا في مجلس الأمناء اخذنا مده شويه في التحضير،
من وجهة نظري مدة التحضير دي هي اللي أفرزت الشكل اللي انت شايفه سواء في الجلسة الافتتاحية أو في أول يوم في المحور السياسي النهاردة. فترة التحضير خلت حاجتين يحصلوا. رقم واحد ان انت تحط بعض القواعد التي يرتضيها الجميع على أساسها يمشي الحوار. قواعد معلنة حطناها مع بعض وارتضيناها مع بعض. دي رقم واحد. رقم اتنين ان احنا في الجلسة الافتتاحية كنا حريصين تماما على اكبر تنوع ممكن، على كل الطيف السياسي يبقى موجود، كل الطيف المجتمعي يبقى موجود، الشخصيات العامة، الشخصيات المهنية، المجتمع المدني. التحضيرات دي هي اللي ادتك الشكل بتاع الجلسة الافتتاحية واليوم بتاع المحور السياسي. في قضايا بطبيعتها ممكن تصل فيها لتوافقات، القضايا التي تشكل مشكلات ملحة أو فيها استحقاقات دستورية آن الأوان لتنفيذها، زي مثلا مفوضية مكافحة التمييز، استحقاق دستوري. يعني الاستحقاقات الدستورية محدش بالعكس، هو الدستور بيحط كل ما هو نافع للدولة ونافع للمواطن، لكن هو بس دايما بتبقى وجهة النظر متى وقت التنفيذ. فبالتالي طبعا في قضايا، يعني المستهدفات ان احنا اكبر عدد من القضايا يحصل عليها توافق. المستهدف الثاني ان يبقى عندنا توافق جزئي في بعض القضايا. المستهدف الثالث ان القضايا التي لن يتم عليها التوافق او لم نستطع ان احنا نصل فيها لتوافق، في قيمة لطيفة جدا في الموضوع ان احنا هنحترم الاراء كلها وهنعرض الاراء كلها، والمشكلات اللي ما كانش عليها توافق بالحجج بتاعة كل رأي للسيد الرئيس. احنا كده عملنا ايه؟ احنا المجتمع اتقلب، يعني صح. عارف تقليب التربة، تقليب التربة حاجة صحية وحاجة بتخلي الزرع بيطلع أفضل، بتجدد الأفكار، بتزود الوعي، بتنشئ علاقات إنسانية جديدة. في النهاية برضو أنت بتصل لتشاركية في ترتيب الأولويات. يعني أنا وأنت قدامنا مشروعين، لو أنا وأنت اتفقنا على أن المشروع ألف يجي قبل المشروع باء، تنفيذ المشروع ألف هيبقى أسهل، غير لما تبقى أنت شايف ألف وأنا شايف باء وكل واحد فينا بيدفع في اتجاه تنفيذ المشروع بتاعه. لو احنا اتفقنا على الأولويات أنت هتقبل ببعض الإزعاج مثلا، شوية رصف الطريق بيعمل شوية مشاكل وهكذا. يعني اللي أنا عاوز أقوله، التشارك في ترتيب الأولويات هيؤدي ان احنا كلنا نتحمل مع بعض طوعيا واختياريا بعض يعني التكاليف. تكاليف هنا مش قصدي تكاليف مادية، تكاليف القرار بالضبط كده، وبالتالي اصبحت المسؤولية مشتركة بالضبط. فاحنا كلنا بنتحمل هذه المسؤولية لانه احنا توافقنا على ده، اتخذ رأينا فيه واتناقشنا فيه وانت اقنعتني بوجهة نظرك او انا اقنعتك بوجهة نظري او احنا الاتنين ما وصلناش، ولكن يعني في قرار اتاخد بعد دراسة كل وجهات النظر. العملية دي صحية جدا، العملية دي صحية جدا وهتؤدي الى نتائج يعني كتير. الحقيقة ان الحوار الوطني انا يعني بقعد مع بعض الناس بسمع كلمة لطيفة جدا، اخبار الحوار الوطني ايه؟ وصلتوا لايه؟ هتعملوا ايه؟ دي كلمة كويسة. انا اظن ان انا اقدر انه اؤكد الكلام ده من الناس. يعني انا الاول مرة اشوف انه الناس العادية خالص جدا، اهالينا العاديين الذين لا هم لهم الا العمل، توفير متطلباتهم المعيشية والاسرية وما الى ذلك وكافة الالتزامات، فكانوا يسألوا والحوار الوطني هيبدأ امتى؟
ده قبل ما كنا نصل الى انه احنا هنعمل الجلسه الافتتاحيه اليوم الفلاني، الجدول بتاعنا ينزل على الموقع الى اخره. وبعدين واخبار الحوار الوطني وناقشوا النهارده ايه، ويا ترى هو يوم الثلاث هيتقال ايه، طب هو يوم الخميس وكلام من ده. شيء بالنسبه لي مبهج ان الناس مستعده طول الوقت للمتابعه وعايزه تعرف التفاصيل. لكن وانا برجع خطوتين لورا، احنا في مصر عشنا عشرات السنين من وجهه نظري فيها انغلاق سياسي، عدم وجود تعدديه حقيقيه لا في الافكار ولا في الاحزاب ولا في التناول وما الى ذلك. ثم اصبح في عندي طيف واسع جدا من الاحزاب والاراء والافكار والايديولوجيات. ده بقدر ما هو رائع وجميل بقدر ما بيشكل اظن، بس صححني، عبء جوه الحوار الوطني. انه يعني زي اللي كان في غرفة مظلمة فخرج الى النور، عليه ان يعتاد هذا النور ولا ايه؟ لا مش يعني خليني اتكلم على اخر 10 سنين، مش عاوز ارجع بالتاريخ قوي لورا. ماشي. يعني ده يمكن مكانه برنامج اخر. اوكي. اخر 10 سنين، اخر 13 سنة، اخر 14 سنة، مرت الدولة المصرية بتحولات كتير. حلو. وكان عندها تحديات. زي ما انت في الحوار الوطني بترتب اولوياتك الوطنية، ايضا عند مواجهة تحدياتك يجب ان ترتب هذه اولوية مواجهة هذه التحديات. فكانت الاولوية الاولى لهذا البلد رقم واحد الارهاب اللي كان ممكن طبعا يعني يودي بها. اللي حصل في مكافحة الإرهاب شيء عظيم واستهلك وقت وأرواح ومال، فدي أولوية تمت. على التوازي منها ويليها بناء مؤسسات للدولة قوية. فبقى عندنا دستور متوافق عليه كلنا ارتضيناه، بقى عندنا مجلس نواب، بقى عندنا حكومة، بقى عندنا رئيس جمهورية منتخب، بقى عندنا المؤسسات، عندنا أجهزة رقابية ومستقلة، وكل يوم الأجهزة والمؤسسات والوزارات بتترسخ أرضها يعني أقدامها في الأرض أكتر. بعد ما أنت عملت النقطتين دول خلاص أصبح الإصلاح السياسي أولوية، لأنها كانت أولوية مؤجلة. لا يمكن أن أتكلم عن تحول سياسي أو خطاب سياسي والناس غير آمنة في بيوتها. لا يمكن ان اتحول يعني ان اتكلم عن تحول سياسي او اصلاح سياسي وانت ما عندكش مؤسسات او مؤسساتك غير مكتمله او مؤسسات هشه وضعيفه. طبعا التحدي الاقتصادي مصر مرت بيه من سنه 2014، ولكن التحديات الاقتصاديه زادت بسبب الازمات المتعاقبه العالميه، ويكفي ان احنا نبقى عارفين يعني وده واضح تماما يعني ان الازمه الاقتصاديه تجتاح العالم كله. أزمة التضخم موجودة في العالم كله، أزمة البطالة وعدم التوظيف موجودة في العالم كله. فأنت جزء من العالم فبتتأثر يعني بهذه لكن الحمد لله أن أنت برضو رقم واحد، الأمن موجود، فيش إرهاب، مؤسسات الدولة موجودة بتعمل اللي تقدر عليه في الملف الاقتصادي، فبالتالي على التوازي منها بتعمل الإصلاح السياسي. من هنا جاءت دعوة الحوار الوطني. الحوار الوطني من وجهة نظرنا وقراءتنا احنا يعني المتواضعة ليه هو نقطة تحول ما قبل الحوار الوطني وما بعد الحوار الوطني، وده واضح من الشعارين اللي دايما بيتخذهم الحوار الوطني. الحوار الوطني بيتكلم نحو جمهورية جديدة وخلق مساحات مشتركة. المصريين بينهم مساحات مشتركة كثيرة وكبيرة. اولا احنا محتاجين نكشف عن هذه المساحات المشتركه، ده رقم واحد. رقم اتنين محتاجين نزيد هذه المساحات المشتركه. هنزيدها ازاي؟ هنزيدها بان احنا نبقى فاهمين مشكلتنا، عارفين الحلول وعارفين تكلفه الحلول، ونقدر نرتب مواجهه هذه المشكلات. دي فكره الحوار الوطني. الحوار الوطني برضو لازم اكد هو نافذه ومنصه لإطلاق الأفكار والرؤى لترتيب الأولويات، لكنه لا يحل محل أي مؤسسة من مؤسسات الدولة. العمل بتاع مجلس أمناء الحوار الوطني وآلية الحوار الوطني كلها
لا تتداخل مع الحكومة، تتكامل معها وتتعاون معها. الحكومة مؤسسة دستورية لها اختصاصات، لها إجراءات دستورية، ما حدش يقدر يقرب من الموضوع ده. مجلسي النواب والشيوخ مؤسسات دستورية، كل واحد ليه اختصاص. السيد رئيس الجمهورية اختصاصه معروف. فاللي أنا عاوز أقوله أن الحوار الوطني يعلم أين يقف تماما، وبالتالي لا تداخل مع أي مؤسسة، إنما هو تكامل وتعاون. طيب المجموعات المشاركة في قلب ولب هذا الحوار ما بين أحزاب، شخصيات عامة، سياسيين، حقوق، إلخ إلخ إلخ، هل الكل مستوعب أنه الحوار ليس مؤسسة وإنما هو حالة حوارية للإصلاح السياسي والوصول إلى المشتركات واتساع رقعة المشترك، ولا أنه لازالت الحالة فيها شيء من الضبابية ولو عند البعض؟ لا خالص، بالعكس، يعني فترة التحضير المعقولة من وجهة نظرنا كشفت عن المعاني دي بوضوح. أوضحنا أكتر من مرة أن الحوار ليس مؤسسة. الحوار ممكن يبقى ليه أجهزة. الحوار مبادرة رئاسية، صحيح، تمام كده، ومبادرة رئاسية بتتنفذ على الأرض زي مبادرات كتير. هذه المبادرة يعني لها أجهزة، والأجهزة دي يعني لها مهمة. بمجرد ما تنتهي هذه المهمة خلاص. أي حوار في الدنيا بيمر بثلاث مراحل أساسية في التجارب المقارنة. وإحنا لما بدأنا يعني كلفنا بمسألة الحوار دي اشتغلنا عليها شوية، فشفنا بعض التجارب المقارنة. أي حوار ليه ثلاث مراحل: تحضير، إجراء الجلسات، إخراج التوصيات أو المخرجات. تمام كده. أصعب مرحلة هي مرحلة التحضير. إذا التحضير جاء جيدا، إدارة الجلسات والمخرجات هتمشي كويس. لأن أنت في مرحلة التحضير رقم واحد بتبني الثقة ما بين الأطراف كلها. الحمد لله الثقة موجودة وبتزيد، يعني إحنا مش أطراف متناحرة ولا متصارعة مثلا في تجارب دولية أخرى. ده مش حقيقي. فإحنا علشان عندنا أرضيات مشتركة، فهيسهل علينا أن إحنا ندير الجلسات، وهيسهل علينا أيضا أن إحنا ندير مخرجات. في كلمة مفتاحية في هذا الموضوع: لا تصويت. هو توافق أو عدم توافق. طب في حالة عدم التوافق هتعمل إيه؟ لكل رأي احترامه، وترفع الآراء جميعها للسيد رئيس الجمهورية. ماشي. يعني اللي أنا عاوز أقوله ان انت صوتك في كل الاحوال هيتسمع. ممكن واحد عنده انصار كتير فيعتقد ان هو بصوته العالي او انصاره الكتير هو في الحوار الوطني. مش كده. الحوار الوطني ممكن يبقى فرد واحد صاحب فكرة وجيهة قابلة للتنفيذ، نفاجأ بانها اتسمعت وطبقت ونفذت بعد دراسة متأنية من جهات الاختصاص. طيب حاجة كمان، الحوار أنا قلت إن هو مش مؤسسة. طيب الحوار أيضا ما هواش أغلبية ومعارضة فقط. الحوار هو حوار وطني. يعني مثلا هقول لحضرتك على حاجة: هل يمكن تصنيف عدد من الشخصيات العامة أغلبية ومعارضة؟ مش بالضرورة. طب في عندنا كاتيجوري اسمه الشخصيات العامة. هل يمكن تصنيف المجتمع المدني المصري على انه أغلبية او معارضة؟ قطعا لا. في تصنيف اسمه المجتمع المدني، في حاجة اسمها قيادات محلية، قيادات طبيعية محلية. هل دول يتصنفوا أغلبية او معارضة؟ دي مكونات المجتمع المصري. الحوار كما انه يدور ما بين الأغلبية والمعارضة، يدور مع الشخصيات العامة، يدور مع القيادات المحلية، يدور مع المجتمع المدني والأهلي. هو ده المجتمع المصري. طيب احنا لما جينا يعني نحلل القضايا وجدنا ان احنا، خد بالك برضو تجارب الحوار السابقة، علشان التحضير ما كانش خد الحظ والوقت الكافي، كانت المخرجات ونتائج الجلسات الدنيا قفشت. لان فترة التحضير وفي دعم سياسي واضح ومتابعة رئاسية واضحة، واخد بال حضرتك، قدرنا ان احنا زي ما بيقولوا ايه، التروس تطبع على بعضها، ان الناس بدأت تثق في بعض، بدأت
تسمع بعض. يعني أنا ممتن جدا لفترة التحضير بتاعتنا، ممتن أكتر للقواعد البسيطة اللي احنا حطناها بأنفسنا كلنا وتوافقنا عليها، اللي النهاردة في جلسات النهاردة ظهرت أهمية هذه القواعد. أبسطها وبشكل مباشر جدا إن احنا كلنا توافقنا على إن كل المتكلمين يتم إعطائهم عدد متكافئ ومتساوي من دقائق التحدث. قاعدة. فبقى في تايمر شغال، خلاص التايمر بيشتغل، كل واحد بياخد 4 دقايق، سواء كان من مجلس الأمناء، من بره مجلس الأمناء، من الضيوف، أي واحد أعطي الكلمة خد 4 دقايق زيه زي غيره، والتايمر على الشاشة. فبقى في شفافية وحيادية في الإدارة. خلاص أنت بقى عود نفسك أن أنت ترتب كلامك على الوقت المحدد ليك، لأنك مش ممكن تجور على حق اللي بعدك، ومش ممكن أديك وقت غير الوقت اللي بعدك. فطب كنا هنوصل لده إزاي غير مع التحضيرات؟ كنا هنوصل لده إزاي غير لما احنا قعدنا ودرسنا وحطينا شوية قواعد تكون ضبط؟ النهاردة مثلا من القواعد الأساسية الجوهرية احترام مؤسسات الدولة. احنا مش بنعمل الحوار علشان يعني نتكلم في حق المؤسسات بما لا يليق، طبعا احنا الحوار اصلا هو نظرة للمستقبل ودعوة لترتيب الاولويات، وليس جهة اتهام وليس جهة محاسبة. احنا مش داخلين خناقة ولا جهة خناقة، يعني مش مش مش, مش يعني في الاخر مش خناقة، بس هي الفكرة ايضا انت مش جهة حساب، انت مش جهة اتهام. هناك مؤسسات هذه وظيفتها وهذا عملها ولديها ادواتها، صح ماشي، انت مش هذه الجهة. فبالتالي برضو احنا كنا يعني عارفين ده كويس. تسيبني اتكلم كده خلاص؟ ايوه انا عايز اسمع. ما هو انا اصلي ايه يعني مدرسة كده بتاعت اسمع قدر الامكان وحدد النقط في دماغك لما هيجي معادها نسأل عليها. فانا يعني احب كده جدا، ما بحبش المذيع اللي بيتكلم اكتر من الضيف. لا يعني وانا صغير كنت بتكلم اكتر من الضيف. لا ربنا يديك صح. يا رب يخليك. استاذ المستشار هستاذن، هروح لفاصل ونرجع بعد الفاصل، لان فعلا في كلام مع المستشار محمود فوزي الكثير من الامور اللي انا محتاج اسال عليها، ومنها مثلا جمله قالها بالنسبه لي مهمه جدا، التوافق الجزئي. فانا بقى عندي حيره، اما انه توافق او لا توافق. طب ايه التوافق الجزئي وهنتعامل معه ازاي؟ استنونا بعد الفاصل. فمعالي المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني قال لي بس يعني انت قاعد عمال بتسمع كده ساكت سيبني هتكلم. قلت له طبعا يعني الكلام حلو ومرتب، اقطع ليه؟ يعني مش ممكن، مش عايز اقطع. طيب جه وقت المقاطعة لو صح الكلام، وده اللي كنت بنوه عنه قبل الفاصل، يعني ايه توافق جزئي؟ طيب خليني اضرب لك مثال للتوافق الكلي علشان نعرف ايه هو التوافق الجزئي. التوافق الكلي زي مثلا ما مجلس الأمناء أطلق إشارة وتنبيه بأن مدة الإشراف القضائي قاربت على الانتهاء. إشراف القضائي الكامل. الدستور بتاعنا صدر سنة 2014 قال أن يكون الاقتراع والفرز تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والقضائية لمدة 10 سنوات تبدأ من نفاذ الدستور. الدستور نافذ 18 يناير 2014 تنتهي المدة 17 يناير 24. وقال ان الموضوع ده محتاج معالجة. يا جماعة خدوا بالكم، لو الموضوع ده محتاج تشريع ماشي، لو محتاج مش محتاج تشريع او قرار، المهم ان اراد التنبيه لهذه القضية. صح. مين في مصر يختلف على ضرورة الإشراف القضائي؟ جدول الإشراف القضائي. يعني أن الإشراف القضائي ده إحنا من الدول، يعني الإشراف القضائي مش 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 ضمانة معتادة في الدول، لكن في مصر الناس اعتادت على وجود القاضي على الصندوق، وبيطمئنوا للقاضي وبيطمئنوا للانتخابات اللي فيها إشراف قضائي. فلماذا نغير أمر هو يعمل بكفاءة؟ صح. ف علشان القضية دي كانت محل توافق كلي،
بلغة القانون يعني احنا بنسميه تصرف نافع نفعا محضا، ما فيش فيه اي ضرر يعني. هو من التصرف في تصرفات هو نافع في المطلق، نافع يعني، ويتفق تماما مع اهداف الدستور. حلو. وعنوانه الاجراءات وسلامة الاجراءات والنزاهة والشفافية، ده نوع من انواع التوافق الكلي. لكن مثلا تيجي في قضية زي قضية الحبس الاحتياطي، قضية الحبس الاحتياطي من واقع المقترحات والأوراق اللي جات لنا كانت من أكتر القضايا اللي كان عليها تكرار في الطلبات. صحيح. معظم النواب قالوا شوفوا مشكلة الحبس الاحتياطي، معظم أساتذة الجامعة اللي تكلموا في مجال حقوق الإنسان تكلموا في القصة دي، كثير من الأحزاب تكلمت في الحتة دي. طيب هنا أنا بقى لو أنا بدير جلسة من جلسات الحوار الوطني سأسعى إلى التقدم خطوة خطوة في بناء هذا التوافق، فأنا هنتهي إلى أن مسألة الحبس الاحتياطي هي قضية تمثل أولوية من حيث المبدأ. طيب كيف يمكن مواجهة المشكلة بتاعة الحبس الاحتياطي؟ هنا هتلاقي الآراء اختلفت، واحد يقول نزود عدد النيابات، واحد يقول نعدل تشريع ان احنا نحط مدة لا يمكن ان هو يحبس في القضية دي او في غيرها من القضايا. 3-4-5 مقترحات، هنحاول نوفق الاراء. قدرنا نوفق الاراء يبقى احنا كده عملنا توافق كلي. ما قدرناش نوفق الاراء هنرفع القضية دي للرئيس الجمهورية ونقول له يا سيادة الرئيس الحبس الاحتياطي من القضايا المتوافق عليها كليا من حيث المبدأ، لكن في سبل علاجها اختلفت الآراء، فرأي بيقول كذا ورأي بيقول كذا ورأي بيقول كذا. هذا هو نوع من التوافق الجزئي. هي دي الفكرة. فكرة التوافق الجزئي انك بتحاول تبني وتاخد خطوة لقدام، دايما انت بتحاول تقطع خطوة لقدام. النهاردة مثلا واحنا بنناقش النظام الانتخابي، طبعا النقاشات كانت متسعة. انت ما سألتنيش عن النهاردة ليه؟ لا ما انا جاي، احنا قاعدين واحنا هنروح ولا ايه؟ احنا قاعدين. فالنهاردة مثلا كانت قضية النظام الانتخابي اكتر قضية عليها طلبات، اكبر قضية فيها حضور، واكبر قضية فيها اعداد متكلمين. قائمة نسبية ولا مغلقة مطلقة؟ بالضبط كده. الكلمات النهاردة وهي بتتعمل كانت إدارة الحوار الوطني حريصة على إنك ما تسمعش رأي واحد مرتين. كويس. يعني رأي بيقول قائمة مغلقة فبيقول حاجة تؤيد، المتكلم اللي بعده بيقول قائمة نسبية بيقول حاجة تؤيد وقد يرد بشكل غير مباشر على كلام اتقال. كويس. اللي بعده عكسه. عارف انت كده عملت ايه؟ انت عملت نوع من انواع التعقيب والحوار غير المباشر ما بين الناس وبعضها. واخد بال حضرتك؟ قال رأيه، واذا كان عنده نقد ما او معارضة ما فبيقول دون ان يصرح بذلك ان ده انا برد على فلان. يعني مثلا حد بيقول القائمة النسبية دي عادلة، فواحد يجي بعد يقول لك لا ده هو القائمة النسبية ممكن تبقى عادلة من الناحية الظاهرية لكن حقيقة ولكن ولكن ولكن. انت اقمت نوع من انواع الحوار ونوع من انواع المداولة والمناقشة غير المباشرة. ايه اللي عمل ده؟ قاعدة بسيطة جدا، التوازن وصالح النقاش في ترتيب الكلمات. لما انت عملت القاعدة دي ظهر على فكرة في أحداث مشابهة الناس ممكن تمل. ده ما حصلش النهاردة، كل واحد اتكلم بالطريقة التبادلية دي. بقينا محتاجين ايه؟ نبقى عارفين طب حزب الفلاني مع ايه، طب الشخصية العامة الفلانية مع ايه، واخد بال حضرتك؟ فبقى في ترقب، وده هيخلي انه الحاضرين كله قدامه ورقة وقلم وقاعد عمال بيكتب ده رأي يوسف، ده رأي الحزب الكذا، ده رأي كده الدكتور علان، ده رأي فلان الفلاني وهكذا، عشان يقدر لما هيجي عنده معاد الكلمة بتاعته هو هيبقى عارف كل اللي اتقال مع كان أو ضد على حسب هو منطلقاته ايه، فيبدأ هو كمان يدلي برأيه أو نقده أو يخالف. أنا نقل. شخصيا عملت كده، بقيت بسمع وباخد ملاحظات وفي كلمتي علقت على أفكار
لم أعلق على أشخاص يعني إلا شخص واحد، وأنا هذا الشخص علقت عليه لأنه صديقي يعني مش يعني أنا قلت كده يعني فلأنه صديقي فعندي هذه المساحة فأنا هعلق يعني. وحتى يعني هي كان فيها نوع من أنواع الدعابة يعني مش من باب أما إحنا ملتزمين تماما بأن إحنا يعني نناقش الفكرة ولا نناقش القائل. نحن نهتم أكتر بالفكرة ولا يعني ولا نهتم يعني ولا نهتم بالقائل، علشان ده يدي حتى نوع من أنواع المساحات تركيزي على الأفكار مش الأشخاص. طيب هل ده أقدر أقول إنه إدى حماسة أو إدى زخم أو إدى فاعلية أكتر ولكن قلل من حماوة المناقشة؟ لا بالعكس خالص، بالعكس هقول لحضرتك على حاجة، درجة الحرارة ارتفعت. لا طبعا حصل. شوف أنا هقول لك على حاجة، النهاردة الكلام في القائمة النسبية والقائمة المغلقة علشان بس تبقى سيادتك في الصورة يعني ممكن نختصره في مشهد بسيط. رئيس الأمانة الفنية يؤيد رأي والمنسق العام للحوار الوطني يؤيد رأي آخر، وكلاهما يحترم بعضه بعضا وما فيش أي إحنا عندنا نقاط اتفاق مشتركة مع ضياء رشوان مع حفظ الألقاب يعني كثيرة جدا، لكن في القضية دي إحنا مختلفين، هو شايف حاجة وأنا شايف حاجة وأعلن ذلك، والخلاف يعني هو اختلاف في الرأي. أستاذ ضياء أكيد مع قائمة نسبية. صحيح، أنا مع القائمة المغلقة لأسباب دستورية ولأسباب قانونية مش لأسباب سياسية. فيعني وبقول مثلا لو القائمة المغلقة تعالوا نقعد نتناقش إيه مشكلة القائمة المغلقة، وبعدين الفكرة برضو يعني ما يمكن تسميته، أنا لا أحب المغامرات الدستورية يعني ممكن هذا المصطلح جائز يعني إذا الحاجة ماشية وكويسة يعني محتاجة بعض التطوير نطورها يعني أنا لو صح أنا برضو عايز أفهم أكتر يعني كمواطن بقى أنا وأنا بقعد أفكر فهقول إنه الإجراء الأصح انتخابياً علشان تستقيم الأمور داخل المجالس النيابية سواء إذا كان نواب أو شيوخ هي القائمة المطلقة. الإجراء الأفضل سياسياً للمزيد من التمثيل بتاع أحزاب صغيرة غير قادرة على قوائم ضخمة مطلقة هتبقى القائمة النسبية. أظن في الحاجة اللي زي كده بيحكمها الوضع بتاع العمل السياسي للأحزاب على الأرض، أو أنا عايز إيه؟ أنا عاوز أزود من فعالية الأحزاب الصغيرة ولا أنا عاوز الأحزاب الكبيرة اللي عندها قدرات كبيرة للعمل داخل القطر المصري؟ هل عرضت المناقشة في زوايا قريبة من دي؟ تماما. وبالمناسبة كان عندنا النهاردة مجموعة من الخبراء الذين أدلوا بدلوهم أساتذة نظم سياسية وعلوم سياسية قالوا يعني الحقيقة كلام يؤصل للفكرة اللي حضرتك قلتها، لو أنت عاوز زيادة التمثيل هتروح ناحية النسبية، لو أنت عاوز فعالية في القرار هتروح ناحية المغلقة المطلقة. طبعا شوف بقى أنت عاوز إيه. بس اللي أنا عاوز أنا أوضحه حاجة، في نظم الانتخاب مفيش صح وغلط. صح مظبوط، في مناسب وغير مناسب، مناسب للبيئة، مناسب للبلد، مناسب لثقافة الناخب، وفي غير مناسب. يعني أنا ممكن في الدول الأوروبية نظام القائمة النسبية نظام عظيم ورائع ويناسب ثقافة الناس هناك واعتادوا عليه ويحبون هذا النوع من التمثيل. في دول أخرى يعني مثلا بريطانيا لا تعرف نظام القوائم أصلا، بريطانيا شغالة بالنظام الفردي طبعا. فردي فيري كلاسيك يعني كلاسيك طبعا. تمام كده، ورغم انها بالنظام الفردي الاحزاب شغاله وفاعله وكتل وبينتخب منها حكومات وبتروح حكومات وبتيجي حكومات عادي خالص. فما فيش صح وغلط في النظم الانتخابيه، في محددات دستوريه، في محددات دستوريه. اذا النظام الانتخابي دستوري ويلبي متطلبات الدوله والمجتمع فهو نظام جيد. احنا عندنا الواقع الدستوري بيقول الاتي، الواقع الدستوري بيقول ان احنا عندنا 7 فئات من المجتمع. الدستور في خطوة تقدمية من وجهة نظري قال إن الناس دي يجب أن يكونوا بأنفسهم ممثلين داخل البرلمان، اللي هم المرأة، العمال، الفلاحين،
المصريين في الخارج ذوي الإعاقة والأقباط والشباب. تمام كده؟ 7 فئات أوجب الدستور أنه يتم تمثيلها داخل البرلمان. خليني أكلمك عن تجربة كانت في الفصل التشريعي الأول أيام ما كنت أنا شغال في مجلس النواب. وجود مجموعة من ذوي الإعاقة مثلا داخل البرلمان أفرز تعامل أكثر جدية عند مناقشة قوانين ذوي الإعاقة. هم اللي عارفين مشاكلهم، هم اللي عارفين حلولها، هم الأكثر قدرة على التعبير طبعا، وغير 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 المصريين في الخارج وهكذا وهكذا وهكذا. فاللي أنا عاوز أقوله، الدستور قال 7 فئات دول يجب أن يمثلوا، يجب أن يمثلوا. فواضعوا النظم الانتخابية شافوا أن أنت علشان تمثل 7 فئات دي محتاج تقول أن كل قائمة هتطلب الترشيح حتى تقبل أوراقها يجب أن يكون فيها 1 2 3 4 بما يضمن تحقيق النسب الدستورية. فإذا حصلت القائمة على 51% أو أكثر أعلن نجاحها، وفي نفس الوقت ضمن تمثيل هذه الفئات السبعة. دي الفكرة ببساطة. فالنهاردة ثار النقاش في الجلسات على الآتي: طيب يا جماعة، إحنا دلوقتي نظام القائمة المغلقة المطلقة عرفناه، دلوقتي القائمة النسبية حضرتك عارف، وانت يعني راجل سياسي عندك معلومات يعني ممتازة، القائمة النسبية الفئات العليا بس فيها هي اللي بتنجح بحسب الترتيب اللي بتقدمه الحزب أو الجهة مقدمة القائمة. الترتيب النسبي لهذا هي بالضبط كده. يعني مثلا احنا عندنا 100 كرسي وانا حصلت على 40% من الأصوات فباخد 4 كراسي، حصلت على 20% فباخد كرسيين، حصلت على 10% باخد كرسي. حصلت على 2 أو 3% ما باخدش حاجة خالص. طب باخدهم ازاي؟ بترتيب الأسماء اللي أنا حطيتها في القائمة في القائمة. ده معناه أن الأسماء المتأخرة ما بتحصلش على حاجة. ده معناه أيضا أن الأحزاب الصغيرة برضو ما بتاخدش حاجة، لأنها ما بتاخدش نسب في الانتخابات. فالنهاردة طرح سؤال على مؤيدي القائمة النسبية: يا جماعة كويس، احنا ما عندناش مانع نسمع ونتفهم وندرس، قولوا لنا هتتعمل ازاي. مفيش مشكلة، نسمع بس هتتعمل ازاي. ده السؤال اللي كان مطروح. فطبعا المناقشة النهاردة كانت قيمة جدا، ويعني درجات الحرارة فيها زادت، لكن في ظل احترام القواعد المنظمة للحوار حقيقة. يعني محدش قام زعلان من حد، هناك التزام بالوقت، حصلش إخلال بنظام الجلسة حقيقة. برضو خليني من خلال البرنامج ده أحيي المقررين والمقررين المساعدين اللي أداروا جلسات النهاردة بحكمة وباستيعاب وبكفاءة كبيرة وبحياة تام. وده برضو يرجعني لمرحلة التحضير. مرحلة التحضير هي التي أفرزت 44 مقرر مساعد، مقرر ومقرر مساعد. خد بالك، كل مقرر ومقرر مساعد من اتجاه سياسي مختلف. توازن 50% 50% 50-50. واخد بال حضرتك؟ والله العظيم انت لو شفت هم بيتعاملوا مع بعض ازاي هتكتشف ان دعوة الحوار الوطني كانت في منتهى الذكاء، لان الاشخاص اللي كانوا مختلفين مع بعض ومش قادرين يتعاملوا مع بعض في الاول، النهاردة هم الاثنين حريصين على التكامل والتعاون لانجاح الجلسة بتاعته. انا متفائل. حلو جدا، انا متفائل، لان كنت ناوي اسرع كام دقيقه كمان وساعتها كريم رمزي هيذبحني، بس يعني سيبني كنت هسال على الحلق عيني. يا سلام، يعني انا مش عارف، انا برضه عندي حيره، نسيب حضرتك تنام عندنا شغل ولا نفضل؟ حاضر. على كل يمكن اول مره نلتقي في هذا البرنامج بالتحديد، ولا اتمنى انها تكون اخر اللقاءات، واتمنى ان احنا نلتقي كتير داخل البرنامج ونفهم اكتر، لان انا هبقى على طول عمال بتابع الجلسات والمحاورات ودرجات الحماوه. اشكرك جدا 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 على قبول الدعوه، واشكرك تاني وتالت ورابع كما اشكر مجلس الأمن الحقيقة كله على كم الجهد اللي بذلتوه حتى نبدأ هذا الحوار. عارف أستاذ ضياء،
صديق عمر، فانا عارف جلساته كانت بتبقى عامله ازاي، وانا عارف انتوا كنتوا بتقعدوا جلسات بالعشر ساعات الجلسه الواحده وحاجات من النوع ده. كان الله في العون، وشكرا على هذا الجهد، وباذن الله سبحانه وتعالى هيكتمل هذا الحوار على خير باكبر قدر ممكن من التوافقات ان شاء الله. شكرا معايا المستشار، شرفت. شكرا ليك. طبعا التلفزيون المصري ده حاجه يعني احنا بنحب دايما، ده بيتنا، بيتنا ونتعاون معاها. حابب بس يعني في الختام لا انسى زملائي في الامانه الفنيه طبعا، اللي تعبوا وبقالهم فتره سهرانين، اللي الحقيقه ان هم الجنود اللي خلف هذا المشهد اللي احنا شفناه. فانا يعني برضو لازم يعني اخصهم بشكر طبعا، واتذكرهم علشان حتى نقدر نكمل يعني. لا هنكمل ان شاء الله، وان شاء الله ان شاء الله على خير. شوف. شكرا جزيلا. اشكرك يا فندم. بص هما كلمتين مش هكتر عنهم، بالكلام اللي شرحه معايا المستشار محمود فوزي ده على إدارة الجلسات النهاردة وكيف تمت إدارة الجلسات والمحاورات والمناقشات ودرجات الحرارة المرتفعة في المناقشة، ولكن بالحس السياسي الناضج والواعي أنا أقدر أقول لك النهاردة بقى عندنا سياسة، النهاردة بقى عندنا سياسة. قبل كده كان عندنا خناقات ودي مش سياسة، النهاردة عندنا سياسة. خلصت الحلقة لحد كده، كريم روزي موجود هناك على مرمى البصر، يدخل حالا وبرنامجه رقم 10 حبيبي يا كيمو. بكرة إن شاء الله لو كان لنا العمر نقابلكم في نفس الميعاد وبرنامجكم التاسعة. سلامات.